مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. سعداء بتجدد اللقاء مع حضراتكم من خلال هذه التغطية، الأهلي في كل مكان، على مدار 3 ساعات إن شاء الله هنتحدث ونتناول بالتحليل قراءة لأخبار كثيرة جدا محلية وعربية ودولية مرتبطة بنشاط الرياضة وكرة القدم، وفي المقام الأول النادي الأهلي. هذا الحب الجارف لنادي الأهلي في كل أنحاء العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، الاحتفالية الكبيرة اللي شفناها وفاز فيها النادي الأهلي على شقيقه الشباب السعودي في اعتزال نجم الكرة السعودي فؤاد أنور، واحد من أشهر اللاعبين في تاريخ الأخضر وفي تاريخ أيضا فريق الشباب، بمشاركة عدد كبير من نجوم الدوري السعودي ونجوم الكرة في السعودية. هذه الاحتفالية الرياضية الكبيرة اللي شرفنا فيها النادي الأهلي وأسعدنا بهذا الفوز وأيضا بهذه المشاركة اللي التف حولها عدد ضخم جدا من الجماهير، الأسر المصرية والجماهير السعودية والمرأة المصرية، والمشاركة في ظل هذا التطور الاجتماعي المذهل الذي تشهده المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة. ودي من الأمور اللي هنتطرق لها النهاردة من خلال هذه القراءة وهذه الأخبار، فضلا عن الحوارات المستمرة مع ضيوفنا في الاستوديو. هيكون معانا نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا الكابتن محمود صالح، وأيضا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، وهنتكلم باستفاضة عن قضايا كثيرة، استمرار هذا التفوق الكبير للنادي الأهلي، وبنهنئ كل أعضاء وجماهير النادي في كل مكان داخل وخارج مصر بهذا الفوز المهم 3-0 بأهداف أزارو وعبد الله السعيد وجونيور أجاي على نظيره الاتحاد السكندري ليصل إلى النقطة 54 بعد مباراة اليوم، ويحافظ على فارق النقاط مع أقرب المنافسين فريق الإسماعيلي، يحافظ على الفارق اللي وصل إلى 9 نقاط مع وجود مباراة مؤجلة إن شاء الله تصل بالفارق إلى 12 نقطة بعد إجراء هذه المباراة، وإن شاء الله يتفوق ويفوز بها النادي الأهلي أمام المقاولون العرب، وهي المباراة اللي هتصل أو هتوسع أيضا بإذن الله مع هذا التفوق المستمر اللي بنتمناه في المباراة القادمة، واللي هتكون أيضا محط أنظار الجميع لتصل إلى النقطة رقم 12 في فارق النقاط مع أقرب المنافسين هذه المباراة المؤجلة. بنكرر التهنئة ومبروك ظهور نجومنا بهذا الشكل واستمرار الفوز وحصد النقاط. المؤشر الأهم هو الجدية، الجدية في الأداء، عدم وجود أي نوع من التراخي أو التخاذل في أداء الفريق، الجدية اللي واضحة جدا على وجوه الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري والمدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وصولا إلى كل أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق، واللي بينقلوها مع كل تدريب ومع كل مباراة إلى كل لاعب من اللاعبين، سواء اللي بيشاركوا بصفة أساسية أو اللي موجودين على مقاعد البدلاء، وبيتم الاستعانة بهم حسب سيناريوهات كل مباراة ورؤية الجهاز الفني لها. كل ده بيترجم التصريحات اللي دايما بنسمعها من الجهاز الفني من اللاعبين انهم بيلعبوا كل المباريات من اجل الفوز، بيلعبوا بجدية شديدة جدا وصولا الى حسم الدوري في اقرب فرصة ان شاء الله، وكل المباريات بتلعب كأنها مباريات كؤوس لا تقبل اي بديل عن الفوز، وده طبعا بيترجم لاجتهاد واداء فني وبدني وتركيز ذهني من اللاعبين لتنفيذ الخطط الموضوعه وتطبيق رؤى الفريق الفنيه في كل مباراه بما يتراءى لهم مع قدرات المنافس ومع ظروف كل مباراه، وايضا حسب جاهزيه العناصر الموجوده للمشاركه او البعيدين للاستشفاء او العلاج او العائدين من اصابات. من المشاهد كمان الملفتة، طبعا هنتكلم باستفاضة مع الكابتن محمود صالح ومع ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت عن فرص عودة الجماهير والمؤشرات أو باكورة هذه العودة، هتكون من خلال تواجد ما يقرب من، حتى الآن الأرقام الأولية بتقول 2000 مشجع على أقل تقدير في كل مباراة من مباريات كأس مصر، وإن شاء الله تزيد هذه الأرقام وهذه الأعداد تدريجيا لتمتلئ الاستادات زي ما شفنا في كل المباريات اللي شارك فيها الأهلي في الفترة الأخيرة في الإمارات أو في السعودية، وهذا الحضور والحفل الجماهيري اللي بيكون مرضي للجميع وبيكون كمان وقود ودافع للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. الحسابات دي كلها هنتكلم عنها النهاردة من خلال لقاءاتنا مع ضيوفنا في الاستوديو. وكان من الأمور كمان الملفتة للنظر هذه الوفرة الموجودة في العناصر المهمة والمتميزة في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. شفنا الكابتن حسام البدري زي أي مدير فني بيفكر بشكل عملي، حريص على راحة عدد من نجوم المجهدين أو المصابين أو اللي بالفعل كثرة الارتباطات بتخلي فيه اعتماد دائم عليهم مع عدم وجود فترات كافية للراحة، عشان كده لم يسافر مع الفريق إلى السعودية للمشاركة في اعتزال نجم الكرة أو مباراة تكريم نجم الكرة السعودية فؤاد أنور، هذه المباراة بين الأهلي والشباب السعودي حصل 13 لاعب من الأسماء المهمة والمؤثرة
على راحة إما لإصابات أو لعدم جاهزيتهم أو لحصولهم على قدر كافي من عمليات الاستشفاء والتأهيل للمباريات والارتباطات الرسمية، وده لم يؤثر على مستوى الأهلي وعلى ظهوره، لأن المجموعة اللي سافرت كانت مليئة بالخبرات والمهارات والنجوم، وعشان كده شفنا مباراة بمستوى فني راقي، شفنا هذه الاحتفالية الجميلة اللي طبعا بتحافظ على العلاقات الرياضية وجزء من تطوير عملية التواصل الرياضي بين الأهلي وبين الأندية الكبيرة سواء في الإمارات أو في السعودية أو في كل أنحاء العالم العربي. وشفنا الفريق ظهر بهذا الشكل المتميز، والكل كان سعيد بالحدث زي ما احنا شايفين على الشاشة مع حضراتكم. ودي أيضا من الأمور ومجموعة من الأخبار المتعلقة بالكرة العربية وبهذا الصدى الكبير في وسائل الإعلام العربية والسعودية لهذا اللقاء، اعتزال نجم الكرة فؤاد أنور وظهور الأهلي بهذا الشكل، والمباراة اللي كانت على مستوى فني وبدني راقي بين الفريقين الكبيرين الأهلي المصري والشباب السعودي، واللي أيضا شهدت تفوق الأهلي وفوزه بهدف نظيف في احتفالية بين الفريقين الشقيقين. ده كله هيكون ضمن أجندة هذا الحوار وقراءتنا للأخبار في بداية هذا اللقاء، وأيضا هنبدأ بردود الأفعال. طبعا في مساحة كبيرة لردود الأفعال الخاصة بالمواقع العربية وقراءة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية لهذه المباراة، لكن خلونا نبدأ بالمستوى المحلي. أيضا الأخبار المتعلقة بالجهاز الفني ورؤيتهم لهذه المرحلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري أو أيضا مرحلة ما قبل المباراة. مران في التتش للغائبين عن لقاء الأهلي في مباراة الاتحاد، خاض مجموعة من اللاعبين اللي لم يشاركوا في مباراة الاتحاد السكندري اليوم في مران خاص، مران قوي جدا صباح اليوم على ملعب التتش في الجزيرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، وشارك في المران عدد كبير من النجوم حسام عاشور، حسام غالي، وأيضا من الوافدين الجدد محمود الجزار ومحمد شريف، وأيضا لاعب وسط الفريق أحمد حمدي. وقام الكابتن طارق عبد العزيز بتخصيص فقرة للتسديدات للتصويب على المرمى قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية إضافية لتجهيزهم للمباريات المقبلة. أحمد حمدي طبعا من العناصر الواعدة والمتميزة في الفريق الأول، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، شارك في تدريبات الكرة زي ما قلنا لحضراتكم صباح اليوم، وهو كان من اللاعبين طبعا غير المشاركين في قائمة أو غير الموجودين في قائمة الفريق أمام الاتحاد السكندري اليوم الأحد. وبدأ حمدي في التعافي تدريجيا من الآلام والإصابة في العضلة الأمامية واللي أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية، وخاض تدريبات بدنية إضافية وتأهيل تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، وإن شاء الله يستعد للمشاركة بقوة ويكون إضافة للفريق في المباريات المقبلة. والفريق بيستعد أيضا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، ده كان العملية دي تمت قبل المباراة النهاردة اللي بدأت في الساعة 5:15 مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب الإسكندرية في مباريات الجولة رقم 22، واللي حسمناها لصالحنا بثلاث أهداف نظيفة سبقها هذا المران الصباحي للعناصر التي لن تشارك أو لم تكن ضمن حسابات المشاركة في المباراة. مروان محسن يستحق الكثير من التقدير والكلام عن إرادته، ويعني كل ما لدى هذا اللاعب من عزيمة ومحاولة قوية للعودة بقوة رغم الظروف طبعا اللي لم يكن موفق فيها، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ظروف الإصابة اللي لاحقته منذ بداية عهده مع النادي الأهلي بعد ما كان من أفضل العناصر وكان قوي جدا من خلال مشاركاته مع فريق الإسماعيلي قبل الانتقال إلى الأهلي، وأيضا اعتمد عليه بشكل كبير في الفترة الأولى لانتقاله، إلا أنه مر طبعا بفترة صعبة جدا هي الإصابة الكبيرة اللي لحقت به في مباريات نهائيات كأس الأمم الأفريقية، واستمر قرابة العام في عملية العلاج والتأهيل والاستشفاء، وإن شاء الله يعود بقوة. مروان محسن طبعا ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري، وأيضا مستر كوبر المدير الفني والجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بإذن الله يستعيد عافيته الفنية والبدنية وجاهزيته في أسرع وقت، ويكون من العناصر المؤثرة مع المنتخب بإذن الله في نهائيات كأس العالم في روسيا في الفترة القادمة. بيواصل مروان محسن مهاجم الفريق الأول ومنتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته التأهيلية على هامش مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري، وهذا المران اللي أقيم صباح اليوم في ملعب التتش. مروان محسن أدى جانب من التدريبات البدنية وتقوية العضلات في الجيم قبل أن يخوض تدريبات الجري والتأهيل على ملعب التتش تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز، ووفقا لما تم تحديده عن طريق الجهاز الطبي للفريق اللاعب سيبدأ في المشاركة بالتدريبات الجماعية خلال 5 أيام إن شاء الله، وبإذن الله تكون مرحلة انطلاق جديدة لهذا النجم مروان محسن ونشوفه في أفضل حالاته الفنية والبدنية، ويعتمد عليه بشكل كبير ويكون مؤثر سواء في النادي الأهلي أو في منتخب مصر.
فحص طبي لمعلول بعد الإصابة في لقاء الاتحاد. خرج عدد من نجوم الفريق النهاردة لأسباب طبية أو لإصابات طفيفة مختلفة من لاعب لآخر، إن شاء الله ما يكونش فيها ما يؤثر أو يؤدي إلى ابتعاد أي عنصر أو أي نجم من نجوم الفريق لفترة طويلة عن المشاركة. التونسي النجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق خرج اليوم ولم يكمل مباراة الاتحاد، شعر بآلام في العضلة الخلفية مع نهاية الشوط الأول، وهو ما أدى لاستبداله بنزول محمد نجيب مدافع الفريق العائد أيضا من الإصابة في بداية الشوط الثاني ليلعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر ويقود نجيب خط الدفاع. ده الثراء الفني اللي قلنا انه موجود في فريق الاهلي، انه في لاعبين كتير بيعتمد عليهم في اكتر من مركز، بيدوا افضليه للجهاز الفني وللاختيارات والبدائل المتاحه امام كابتن حسام وجهازه، لانهم يبدلوا كتير خلال المباراه نفسها في بعض المراكز تبعا لظروف خروج ودخول اي لاعب وحسب الجاهزيه او اصابه وغياب او عدم استكمال اي نجم من نجوم الفريق للمباراه. وعدد كبير من النجوم العائدين للفريق او الموجودين وبيشاركوا بانتظام في الفتره اللي فاتت عندهم اكتر من امكانيه لاستغلالهم في اكتر من مركز في الملعب، وده بيدي طبعا ميزه كبيره جدا تنافسيه مقارنه باي فريق بينافس الاهلي في اي مباراه، وبيدي الافضليه للجهاز الفني للاهلي في ان يعيد ترتيب اوراقه خلال احداث المباراه نفسها اكتر من مره حسب الاحتياجات وحسب الجاهزيه او لغياب اي عنصر بشكل مباشر زي ما شفنا في هذا اللقاء او خروج اي عنصر وعدم استكماله لاي مباراه. من المنتظر ان يخضع معلول لفحص طبي لتحديد فتره غيابه وامكانيه لحاقه بلقاء المقاولون العرب يوم الخميس المقبل والمؤجل من الجوله الثامنه للدوري. نفس الامر حدث مع نجم الفريق الشاب ايمن اشرف واللي تالق في مركز المساك المدافع في الفتره اللي فاتت وادى بشكل طبعا باجماع اراء النقاد والمحللين فاق التوقعات، رغم ان ده مش مركزه الاساسي لكن كان على قدر المسؤوليه ولعب بشكل بيؤدي فيه في هذا المركز كانه ده مركزه الاساسي او كانه بيلعب بقاله سنوات طويله في هذا المركز. للاسف ايضا خرج مصاب من هذه المباراه في طبعا شعور بآلام ايضا اصابت اللاعب وعدم استكماله للقاء، وكانت ايضا آلام في العضله الخلفيه شأنه شأن علي معلول، وتم الدفع في الدقيقه 66 باللاعب كريم ندفيد بدلا من ايمن اشرف من خلال التغيير اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم على الشاشه، وكلها عناصر مبشره. كريم ندفيد ايضا من العناصر الواعده اللي ممكن الاعتماد عليها في اكتر من مركز، وله فترات كان بيشارك فيها بشكل يعني شبه ثابت او بنسبه مشاركه كبيره مع الفريق في المواسم الماضيه، وادى فيها وظهوره كان اكثر من مقنع ومن الاوراق اللي ممكن الاعتماد عليها، وعندنا ثقه في امكاناته من خلال مشاركته في اي وقت. الروح اللي بنتكلم عنها، التركيز، الجديه، عدم التراخي رغم ظروف الفارق، وطبعا ان الاهلي عامل فرق كبير في المنافسه وفي الارقام وفي عدد مباريات الفوز والنقاط اللي حصدها مقارنه باقرب المنافسين، الا انه الجديه دايما سمت اداء فريق الاهلي والنادي الاهلي في كل مشاركاته في اي بطوله ليس فقط في كره القدم. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيقول هدفنا الفوز في جميع مباريات الدوري حتى نحسم اللقب بشكل رسمي، وبيؤكد مدير الكره في النادي الاهلي نخوض مباريات الدوري حتى اخر ثانيه وحتى حسم الفريق لللقب بشكل رسمي، وأشار إلى أن الكابتن حسام البدري يفضل حصول عدد من اللاعبين على راحة الثنائي علي معلول وأيمن أشرف وعدم الضغط عليهم أو إجهادهم بعد شعورهم ببعض الآلام خلال أحداث اللقاء، وأتم حديثه قائلا أتمنى أن لا تكون الإصابة كبيرة لأن الفريق بحاجة إلى جهودهما وإلى جهود كل لاعب من لاعبي الفريق. ولسه بنتابع طبعا لقطات او جانب من احداث المباراه والفوز الكبير للاهلي 3-0 النهارده على زعيم الثغر الاتحاد السكندري. ازارو بيقول او بيفسر للجماهير احتفاله بهذه الطريقه عندما يحرز هدف، احتفل بطريقه سكان مدينه اغادير المغربيه ونسعى دائما لتقديم الافضل. اللاعب المغربي نجم الكره المغربيه المحترف في صفوف الاهلي وليد ازارو مهاجم الفريق الاول قال ان السبب وراء احتفاله بهذا الشكل عقب تسجيل اي هدف او هدفه الاول تحديدا النهارده في المباراه، قال ان الاشاره بيده على صدره عقب تسجيل اي هدف ترجع الى احتفال اهالي مدينه اغادير المغربيه واللي دايما بيحرص عليه عقب كل هدف مع فريقه الاهلي، وبيسعد بتحقيق الاهداف والاداء والظهور بشكل مرضي للجماهير وللجهاز الفني وللمسؤولين ومجلس اداره النادي، وبيقول انا بحتفل بالطريقه المتعارف عليها في مدينه اغادير، وده طبعا يعني بيربطه بوطنه لانه بعيده في تجربه احترافيه في وطنه الثاني مصر، ودايما اللاعب بيكون مرتبط بجماهيره وبالعادات والتقاليد اللي تربى عليها واللي ارتبطت بيه طبعا ثقافيا ومعرفيا من بدايته ومن مراحل وجوده كناشئ في ملاعب كره القدم. وأشار أيضا أزارو إلى أن الفوز على الاتحاد السكندري خطوة مهمة وجيدة جدا نحو الفوز بحسم لقب الدوري الممتاز، وأشار إلى أنه في كل مباراة
يحاول أن يساعد زملائه لتقديم الأفضل من ناحية التيم وورك أو الأداء الجماعي أو وحدة وتماسك أداء الفريق في الملعب، فضلا عن إمكاناته. طبعا هو من العناصر اللي على المستوى الفردي عندها القوة البدنية والفتنس والسرعة والسبرنتات العالية جدا والقدرة على الضغط على المنافسين، وهو أصبح بالفعل عبء على أي دفاع بيواجه فريق النادي الأهلي بأهدافه وتحركاته وروحه القتالية داخل الملعب. الكابتن طارق سليمان بيشيد باستمرار تألق نجم حراسة مرمى الفريق الشناوي بيسير بخطى ثابتة وثلاثية الاتحاد ثقيلة. يؤكد الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أن الفوز على الاتحاد السكندري 3 أهداف نظيفة يعتبر من وجهة نظره نتيجة ثقيلة في كرة القدم نظرا لقوة فريق الاتحاد. وقال سليمان مشوار الدوري طويل ولم نحسم اللقب والفوز على الاتحاد بثلاثية نتيجة ثقيلة، أعتبرها نتيجة ثقيلة رغم الإجهاد والسفر للسعودية ثم العودة قبل اللقاء ب 24 ساعة. قال إن رغم كل الظروف يعني المحيطة بالفريق وارتباطاته داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية والإجهاد وتوالي المباريات بهذا المعدل العالي جدا واللي فيه ضغط على اللاعبين فضلا عن أي ارتباطات في الفترة اللي فاتت خاصة بمنتخب مصر وأيضا أي إصابات لحقت بعدد من نجوم الفريق وأبعدتهم عن المشاركة وبيرجعوا على مراحل لجاهزيتهم الكاملة فنيا وبدنيا، قال إنه برغم من كل هذا حسمنا وبعدد كافي جدا من الأهداف هذا اللقاء بهذا الفوز المهم 3-0 على فريق الاتحاد. لسه مع الأخبار المتعلقة بتصريحات الجهاز الفني في هذه المرحلة المهمة جدا من مسيرة ومن مشوار الدوري الممتاز. بيعرب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة في النادي الأهلي عن سعادته الغامرة بنجاح الفريق في الفوز على الاتحاد السكندري 3 أهداف نظيفة في الجولة رقم 22 من الدوري العام، وأضاف الحمد لله على الفوز الذي جاء في ظروف صعبة جدا ومنحنا 3 نقاط مهمة جدا في مشوار الدوري المصري. وأوضح أن ظروف كل مباراة بتكون صعبة ولقاء اليوم كانت فيه الظروف صعبة بسبب سفر الفريق إلى السعودية وارتباطنا بالمباراة الودية مع فريق الشباب السعودي في تكريم نجم الكرة السعودية فؤاد أنور والعودة قبل المباراة ب 24 ساعة بيوم واحد فقط. وتابع أيضا كابتن حسام البدري أنه فكر في المباراة على مرحلتين أو من خلال شقين، الأول كان عن طريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعة تشارك في ودية السعودية والمجموعة أو الفريق الثاني ظل في القاهرة للاستعداد ومتابعة ومواصلة التدريبات اليومية. وأوضح أيضا المدير الفني للفريق أن فوز اليوم على الاتحاد حافظ على ثوابت كل مباراة خاصة بعد أن حقق الأهلي الفوز في المباراة الماضية على الإسماعيلي منافسنا الرئيسي هذا الموسم في الدوري الممتاز بهدف نظيف. وتابع الدفع بصلاح محسن الوافد الجديد هيكون في الوقت المناسب الذي أراه وبناء على ظروف الفريق والمباراة. وأتم البدري كلامه بأنه بيوجه الشكر للاعبين بعد أدائهم في لقاء اليوم أيضا اللي نجح خلاله الفريق في تحقيق هذا الفوز المهم وزيادة أو الحفاظ على فارق النقاط الكبير مع أقرب المنافسين. تعليقا على المباراة ويعني بروح رياضية الحقيقة تصريح يعني أقدم له عليه كل الشكر والتقدير لأنه كان موضوعي جدا في قراءته لأحداث المباراة. ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بيقول أنه سبب الهزيمة أمام الأهلي ب3 أهداف نظيفة يرجع إلى فارق المستوى بين الفريقين وإمكانات اللاعبين، يعني ده اعتراف بحجم المواهب والإمكانات وكل ما لدى الأهلي من أوراق رابحة في عالم كرة القدم المصرية وأنهم الأفضل بإجماع الآراء على الإطلاق في هذه المرحلة وأنه أفضل فريق فيما يتعلق بالمستوى الفردي أو القدرات الفردية والفروق الفردية لعدد كبير من نجومه اللي بتخليهم عندهم حلول استثنائية لأي مشكلة بتظهر خلال أحداث أو سيناريو أي مباراة، وعلى مستوى التيم وورك او الاداء الجماعي او وحده الفريق، وانه الكل بيقول حاليا ان الاهلي او هنقول اغلب الاراء بتقول ان الاهلي هو الاسرع واداؤه على المستوى الجماعي والحركي للفريق كوحده واحده في الملعب هو الافضل دفاعا وهجوما وفي عدد التمريرات وفي معدل السرعات ونقل المباراه من ملعبه لملعب الخصم او من منطقه مرمى لمرمى الخصم في اقل وقت ممكن. يعني الكل بيقول ان الاهلي عامل حاله مختلفه جدا فنيه هذا الموسم على مستوى الاداء الفردي والجماعي والخططي، عشان كده ما كده بيقول العناصر متميزه جدا والامكانات لصالح فريق الاهلي وهذا هو ما حسم اللقاء لصالحه. وأيضا أكد الأهلي فريق كبير لاحت له فرص ترجمها لأهداف على عكس الاتحاد أهدر 2 في الشوط الأول، الأهلي فريق كبير وقال إن الفريق بيلعب بمنتهى الجدية وما بيهزرش.
واوضح ايضا مأكيدا المدير الفني للاتحاد انه لا يفضل الميل للاداء الدفاعي، لان الهزيمه بهدف مثل ثلاثه هي نفس الحسابات بالنسبه له. الراجل بيفكر بشكل عملي، بيقول العب مباراه كره قدم بشكل مفتوح امام المنافس مهما كانت قوته، واحاول ان انا اسعى لحصد نقاط المباراه، ان لم اوفق فالفوز بهدف زي الخساره بهدف زي هدفين زي ثلاثه. هو لم يحصد اي نقاط في هذا اللقاء، ودي الحسابات اللي دايما المدربين المحترفين بيفكروا فيها، الا في المباريات اللي بتشهد مقارنه بين مباراه الذهاب والعوده، او يعني بيكون فيها حساب لاهداف الفريقين واللي بتاهلهم للمرحله التاليه في اي مباراه من مباريات الكؤوس. وايضا تابع حديثه قائلا قدمنا لقاء جيد لكن سننظر للمباريات المقبله فهي بمثابه حياه او موت. طبعا الفتره دي بتبقى خطيره جدا بالنسبه لاي فريق مش في احسن حالاته او موقفه مش مطمئن في جدول الدوري، لانها مرحله بتحسم الامور بالنسبه لفرق كتيره جدا، يعني اما بتقترب اكتر من المنطقه اللي بنقول عليها منطقه دافئه او مطمئنه او امنه لاي فريق في جدول الدوري، او بتبعد الفرق وتبدا تقربهم من خطوره شبح الهبوط الى دوري الدرجه الثانيه او ترك الدوري الممتاز. دي مجموعة طبعا واحنا بنتابع لقطات واهداف المباراة وملخص المباراة اليوم بين الاهلي والاتحاد السكندري والفوز المهم 3-0، كانت هذه هي التصريحات للاجهزة الفنية للفريقين، وركزنا ايضا على عدد كبير من تصريحات نجومنا في الجهاز الفني وفي صفوف الفريق الاول. وان شاء الله تستمر الانجازات ويستمر الاهلي بنفس الجدية طبعا من خلال عمل الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري واداء اللاعبين وتركيزهم بنفس الدرجة على كل مباراة لحين حسم بطولة الدوري الممتاز. ولسه عندنا طموحات اكتر سواء بنتكلم عن كاس مصر او دوري رابطه الابطال الافريقي لكره القدم، هذا هو الحلم اللي الكل بيتمناه في الفتره الجايه، سواء مجلس اداره النادي او اللاعبين الجهاز الفني اعضاء النادي جماهيره، الكل ان شاء الله بيركز في الفتره الجايه على تحقيق هذا الهدف والعوده لصداره البطولات على المستوى القاري والافريقي والمشاركه بقوه في كاس العالم للانديه في الفتره القادمه ان شاء الله. هنرجع نتكلم شوية عن طبعا في أمور فنية كتيرة هنتكلم عنها مع نجمنا الكابتن محمود صالح نجم الكرة المصرية سابقا من خلال الحوارات أو فقراتنا القادمة في هذه التغطية على شاشة قناة الأهلي ومن خلال الحديث عن الأهلي في كل مكان. هننتقل مع حضراتكم دلوقتي لأصداء وسائل الإعلام أو الأصداء في وسائل الإعلام العربية والسعودية على وجه التحديد للاحتفالية الكبيرة اللي ظهر فيها الأهلي بهذا الشكل الرائع أمام شقيقه الشباب السعودي وتفوق وفاز بالمباراة بهدف نظيف في اعتزال نجم الكرة السعودية فؤاد أنور. نتابع مع بعض التصريحات أو بعض العناوين اللي تصدرت بعض وسائل الإعلام والصحف السعودية تعليقا على هذه المباراة. أولا الكل كان سعيد بالحدث، شفنا المشهد في الاستاد، طبعا المسؤولين في الناديين وايضا الحضور الجماهيري الضخم، الاسر اللي شاركت، الجمهور السعودي، الجاليه المصريه في السعوديه، عدد كبير من الاسر المصريه حرصت على المشاركه ومتابعه هذا الحدث المصري السعودي الرياضي المهم، وايضا المشاركه كانت على مستوى الاسره باكملها بالاطفال، الاب والام والاطفال، الزوجه المصريه، الام المصريه اللي شاركت مع اسرتها في متابعه هذا الحدث، وقلنا ان في بالفعل تغير في التركيبه الاجتماعيه بيحصل في الفتره دي وفي تطور ومواكبه للمتغيرات الخاصه بمشاركه وتفعيل دور المراه وتفعيل دور الاسره باكملها في كل الانشطه في السعوديه، سواء كنا بنتكلم عن انشطه فكريه، ثقافيه، سياسيه، رياضيه، فنيه، في تطور بنتابعه في الفتره دي، وفي ايضا محافل ومناسبات واحتفاليات، وايضا عدد من الاحداث الثقافيه والفنيه بيجري تنظيمها في السعوديه في هذه المرحله. ان شاء الله يستمر التطور في هذا المجتمع السعودي الشقيق بما يحافظ على كيان وعلى هوية هذا المجتمع ويعطيه أيضا مساحة أفضل للمشاركة للمواطنين، للرجل وللمرأة وللطفل وللكبير وللصغير، كل فئات المجتمع السعودي وكل أطياف الشعب السعودي في كل المجالات، وإن شاء الله يشهدوا طبعا أمور جيدة جدا تنعكس على حياتهم اجتماعيا وثقافيا ورياضيا بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة. أحداث المباراة قدامنا على الشاشة، وزي ما قلنا قد إيه قدر الأهلي يظهر بشكل جيد جدا رغم حرصه طبعا لظروف الإصابة أو الإجهاد أو عدم الجاهزية على راحة عدد كبير جدا من القوام المؤثر في الفريق ومن نجوم الفريق، لكن ظهر الفريق بهذا الشكل لأنه في وفرة كبيرة من العناصر اللي ممكن تكون مشرفة وأدائها على مستوى الحدث في أي مباراة محليا أو دوليا زي ما شفنا في لقاء الأهلي والشباب السعودي. الصحف السعودية قالت بعض الأمور المهمة عن هذا اللقاء.
أفردت الصحف السعودية الصادرة اليوم. طبعا بالأمس كانت طبعا بدأت هذه التغطية، واليوم أيضا مستمرة التغطية لهذا الحدث. يوم السبت كان في مساحات واسعة جدا للحديث عن مباراة اعتزال فؤاد أنور أحد أساطير الكرة السعودية، واللي جمعت بين ناديي الشباب السعودي والأهلي المصري بملعب الأمير فيصل بن فهد، واللي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل. عنونت صحيفة الوطن: الأهلي يكسب الشباب في مهرجان اعتزال فؤاد أنور، وأشارت إلى أن المباراة أقيمت وسط حضور جماهيري ضخم، فيما خاض الشباب المباراة مطعما بالعديد من نجوم الدوري السعودي مثل ثلاثي الهلال ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب والحارس العماني علي الحبسي. أما صحيفة البلاد فعنونت: الشباب والأهلي المصري يحتفلان بفؤاد أنور، يزفان فؤاد أنور في يوم اعتزاله، وقالت في ليلة رياضية لا تنسى: ودع قائد ومايسترو الأخضر السعودي ونادي الشباب فؤاد أنور الملاعب في مهرجان رياضي أكثر من رائع وبحضور جماهيري كثيف أيضا ازدانت به جنبات استاد الأمير فيصل بن فهد، وكانت غالبيتها من جماهير نادي القرن. وتحدثت الصحيفة عن الاستقبال الحافل الذي حظي به محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من جانب جماهير القلعة الحمراء، والتي احتشدت في مدرجات الملعب، وأشارت إلى أن الكابتن محمود الخطيب لا يزال يحظى بهذه المكانة وهذه الشعبية خاصة في قلوب مشجعي الأهلي ومشجعي الكرة المصرية. في حين عنونت صحيفة عكاظ: الأهلي المصري يتغلب على الشباب في مهرجان الاعتزال، أنور آخر وداع، وأشارت إلى أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز بهدف سجله الجنوب أفريقي باكا. وقالت صحيفة الرياضية أن جماهير الأهلي اللي احتشدت في المدرجات لحضور مهرجان اعتزال نجم الكرة السعودي فؤاد أنور شكلت لوحة جمالية داخل وخارج الملعب، وأضافت: ودع فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي وناديي الشباب والنصر السابق الملاعب على أروع ما يكون، وذلك عندما حقق مهرجان اعتزاله الذي استضافه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وشارك فيه النادي الأهلي المصري نجاحا كبيرا على كافة المستويات أو في كل الجوانب. وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة الأهلي والشباب السعودي شهدت حدثا تاريخيا يتمثل في الظهور الأول للعائلات العربية في مدرجات الملاعب السعودية، حيث قدر عدد أفراد العائلات الذي حضر المباراة أو العائلات التي حضرت المباراة بأكثر من 3000 امتلأت بهم مقاعدهم المخصصة، مما اضطر الجهات المنظمة إلى توفير المزيد من المقاعد. ومن جانبها عنونت صحيفة الرياض: بحضور نادي القرن الإفريقي الكرة السعودية تودع فؤاد الأخضر، والأهلي كسب الشباب والجماهير المصرية تخطف الأنظار في ليلة الوفاء. طبعا احنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عن هذه الأصداء وعلى مستوى العالم العربي، وكل احتفالية كبيرة مهمة بتشارك فيها الرياضة المصرية، وفي مقدمتها طبعا النادي الأهلي أفضل ممثل للرياضة المصرية والعربية والأفريقية والأكثر حظا للبطولات والأكثر شعبية على الإطلاق، مع أي نادي من الأندية الشقيقة الكبيرة ذات الاسم والصيت الذائع والشعبية في الإمارات في السعودية في أي دولة عربية شقيقة، أمر بيسعدنا ويشرفنا جميعا، ونتمنى دايما هذا التواصل المستمر مع كافة الدول العربية الشقيقة على كافة المستويات، ومنها الرياضة اللي دايما بتلعب أدوار مهمة جدا في تقريب وجهات النظر بين الشعوب وفي حل الكثير من المشكلات أو الخلافات في وجهات النظر، وبتكون بالفعل درع يحافظ على تماسك هذه الأمة ويقرب بين أو يربط أواصر هذه الأمة ويقرب بين شعوبها على كافة المستويات. الرياضة دائما أبدا بتلعب دور أكثر من مهم. خلونا نتوقف قليلا مع هذا التقرير، نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعود لاستكمال هذه التغطية على الهواء مباشرة. كريم، واحد من أبرز نجوم الكرة السعودية الكابتن فؤاد أنور، وسط الاحتفالية ووسط الحضور الجماهيري الكبير بلا شك يستحق فؤاد نظير ما قدمه مع المنتخب ومع نادي النصر والشباب، يستحق هذا الاحتفاء ويستحق هذا التكريم ويستحق أن يتشارك فيه جميع جماهير الأندية السعودية وجماهير النادي الأهلي. بعد هي بلا شك بلد واحد، احنا شاهدنا أثناء عزف السلام الملكي السعودي وأثناء عزف
النشيد الوطني المصري، الكل يعني كان فيه ترحيب حار بالسلامين الدولتين. بالنسبة لنادي عظيم كالأهلي طبيعي أنه يحضر له بهالكثافة الجماهيرية. أنا طبعا بعد بداية المباراة نزلت للمدرج وشفت ونزلت برا في الساحات المحيطة بالملعب، لقيت أعداد جماهير كبيرة تنتظر برا تحاول أنها تدخل. ففؤاد يستحق، النادي الأهلي برضو نادي عظيم زي هذا يستحق أن يحضر له هذا الجمهور، والله يوفق فؤاد إن شاء الله في مسيرته القادمة. اهتمام كبير جدا، صور فؤاد أنور والكلام الحديث عن اللاعب المونديالي أو فؤاد الأخضر تصدر عن الصحف السعودية اليوم. طبعا في عكاظ كتب اليوم أن فؤاد أطلق نداء للجماهير السعودية بأني أدعوكم لمشاهدتي في آخر مبارياتي. نقدم الشكر لكم قناة الأهلي المصري، كل الشكر لكم على الوجود، كل الشكر للجمهور المصري، كل الشكر للعائلات المصرية اللي قدموا اليوم لنا رونق خاص للأمانة. يعني شاهدنا بكل أمانة الحضور اليوم ممكن إن ما شاهدناه في الملعب هذا تحديدا من 5 إلى 6 سنوات، يعني حضور ما شاء الله تبارك الله. أيضا شاهدنا ملتزمين في الأمانة بالأنظمة والقواعد لدخول العوائل وخروجها. إضافة إلى أن طبعا نشكر إدارة نادي الأهلي على وجودهم في تكريم الأسطورة الكروية الأستاذ فؤاد أنور. طبعا فؤاد أنور هو أسطورة غني عن التعريف بكل أمانة، قدم الكثير لنادي الشباب، قدم الكثير لنادي النصر، قدم الكثير للمنتخب السعودي. بالنسبة للرياضة المصرية تحديدا بشكل عام الفترة الأخيرة لو نلاحظ أنه حتى على مستوى اللاعبين تقريبا حوالي 13 أو 14 لاعب دخلوا عندنا في الدوري السعودي. كذلك من بداية الموسم عندنا حسام غالي في نادي النصر، وعندنا حارس نادي التعاون الحضري، وعندنا مجموعة كبيرة من اللعيبة. فالدمج الكروي هذا جميل، يخدم المنتخب السعودي ويخدم المنتخب المصري إن شاء الله في مونديال روسيا بإذن الله، وإن شاء الله نتأهل إحنا وياكم بإذن الله. كل الشكر لكل القائمين على دعوة الجماهير المصرية، على تنظيم الجماهير المصرية. الجماهير المصرية يعني دائما ما تحرجنا صراحة، دائما ما تحرجنا على مستوى الحضور الكروي. يعني الفترة الأخيرة إحنا عندنا في الدوري السعودي نعاني من الحضور الجماهيري بكل أمانة، يعني بسبب سوء النتائج، بسبب ممكن ارتفاع أسعار التذاكر بأسباب مختلفة. لكن بكل أمانة نشكر جميع من حضر لتكريم الأسطورة فؤاد أنور، ونشكركم أنتم مرة أخرى، والله يعطيكم العافية. تابعنا مع حضراتكم هذه الآراء، هذه التصريحات ورؤية بعض زملائنا أو أصدقائنا من الإعلاميين في المملكة العربية السعودية، سواء بنتكلم عن الأستاذ عبدالله مرزوق الصحفي السعودي أو الأستاذ عبد المجيد الروميتي الإعلامي السعودي. الكل سعيد بهذا الحدث، الكل يسعد بهذه الأحداث وما يشبه هذا الحدث الكبير، اللقاء اللي تم بين الأهلي المصري والشباب السعودي في مباراة تكريم واعتزال نجم الكرة السعودية ونادي الشباب فؤاد أنور. والكل بيؤكد انه في اجماع ان الرياضه من افضل سبل التواصل بين العالم العربي، في العالم العربي الدول العربيه الشقيقه الرياضه بالفعل من افضل سفراء المحبه والتعاون فيما بينها. في ناس كمان بتذهب لابعد من كده بتقول لو احنا قدرنا نطبق ما يحدث في الوسط الرياضي في علاقات الرياضه والاستثمار الرياضي وكره القدم على مستوى الاقتصاد والاستثمار والتجاره البينيه والسياسه بين العالم العربي والتنسيق في كل ما يتعلق بالتحديات المحيطه بنا في المنطقه العربيه او منطقه الشرق الاوسط، بالتاكيد اصحاب هذا الراي بيقولوا هيبقى حالنا افضل كتير، هنكتفي ذاتيا في كثير من الامور، هنبتعد عن اي ضغوط بتحدث من خارج حدود الشرق الاوسط والعالم العربي على منطقتنا العربيه الغاليه علينا جميعا، هيبقى حالنا افضل كتير لان هنكمل بعض، كل دوله هتكمل اي امور فيها قصور عند الدوله الشقيقه لها هذه او تلك، الكل بيكمل بامكاناته، موارده البشريه، طاقاته، امكاناته الماليه، خبراته التكنولوجيه او الصناعيه او الزراعيه، هنقدر نتكامل وهيبقى عالمنا ده افضل بكتير. فالرياضه هي العنوان اللي ممكن نترجمه او نطبقه على مجالات اخرى كثيره تخلي حياتنا في العالم العربي افضل كتير ان شاء الله. لسه في اكثر من تقرير واكثر من لقاء، عندنا اراء ايضا للاستاذ عبد المجيد بن طالب الاعلامي السعودي والاستاذ علي المرشوط الاذاعي السعودي. نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وهذه الاراء واصدق
أكثر من جميلة وأكثر من رائعة. بتتمنى تكرار هذه المناسبات وهذه الأحداث الرياضية العربية الخاصة جدا زي مباراة الأهلي والشباب السعودي. نشوف مع بعض. بداية كان في تفاعل كبير خصوصا بعد ما عرف الشعب السعودي والجماهير الرياضية كافة انه فريق كبير مثل النادي الاهلي المصري هو اللي راح يكون طرف في لقاء اعتزال الكابتن فؤاد انور. الكابتن فؤاد انور خدم الكرة السعودية محليا وعالميا تحديدا مع النادي النصر السعودي، قابل ريال مدريد وفي كأس العالم للأندية عام 2000، ومع المنتخب السعودي كمان له انجازاته. فتداولت في بعض الامور في الفتره الماضيه انه كابتن فؤاد انور يختار اي نادي، بما انه هو لاعب في نادي الشباب ونادي النصر السعودي، فاختار ناديه الاول الشباب. وشفنا الكابتن فؤاد ما شاء الله يعني اختار كوكبه من النجوم السعوديين من جميع الانديه، هذا شيء مو مستغرب. اولا يعني شيء مو جديد انه جمهور الاهلي المصري يحضر في الملاعب السعوديه بحكم تواجدهم الطويل والباع طويل في المملكه العربيه السعوديه عامه. يعني شاهدنا قبل فتره ما تذكرني كم المده تحديدا، كان في اعتزال الكابتن عبد الله الشريده وجاء النادي الاهلي هنا وامتلت المدرجات عن بكره ابيها، فهذا شيء مو غريب. قد يكون الشيء الاضافه الجميله هو انه سمح للعائلات في السعوديه انها تقدر تحضر المباريات. شفنا اليوم ترتيب وتنظيم عالي جدا من المسؤولين في استاد الامير فيصل بن فهد في الملز بحضور العوائل، كان ترتيب جدا جميل وحضروا بكل سلاسه وبكل سهوله، والجمهور يعني تواجد من وقت مبكر في الملعب المباراه، والحمد لله زي ما انتم شايفين الناس جميع يعني مبسوطين ومستمتعين في المباراه. اعتقد انكم ما جيتوا لناس غريبين، هذا بلد يعني احنا على فكره يعني العلاقات الممتده ما بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه ليست وليده اليوم، على مر السنين، وانا اعتقد انها يمكن تتخطى القرن واكثر. بالنسبه لليوم الحقيقه هذا احتفال تاريخي كبير جدا. انا اعتقد ان الهيئه العامه للرياضه في المملكه العربيه السعوديه ووزاره الشباب والرياضه في جمهوريه مصر نجحت نجاح باهر كبير بشكل غير عادي. انا متواجد هنا في الملعب منذ تمام الساعه 5 عصرا من هذا اليوم الجمعه. الحقيقه المشهد اللي انا اشوفه ما يعني ما انا شخصيا ما شفته في المملكه العربيه السعوديه سبقا، يعني انتم متعودين عليه في مصر لكن انا شخصيا ما تعودت عليه. تصور هذا الملعب يتسع تقريبا ل 20,000، اللي انا متاكد منه انه اليوم موجود 25,000، بمعنى انه حتى الممرات الخاصه في الطوارئ ممتلئه. هذه نقطه. اثنين، حتى اداره الاستاد اعلنت قبل بدايه المباراه بساعه كامله انه لا يمكن الملعب يستقبل جمهور، معني انا شخصيا غطيت ما بين استراحه الشوطين شفت جمهور مصري غير عادي كبير جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. كان ودي بصراحة أن يكون في مدرجات مثل استاد القاهرة، لكن أو كان ودي أن المباراة تكون موجودة في استاد الملك فهد، لكن بحكم ارتباط استاد الملك فهد في فعاليات كبيرة في سباق السيارات العالمي. عموما أنا تحدثت عن الجمهور المصري ومهما تحدثت عنه لأنه في حقه. أعرف أنه جمهور الشباب يعني يمكن ما له شعبية كبيرة مثل جمهور النصر والهلال، ولكن بما أنه حاضر هالجمهور الكبير هذا الموجود هم كلنا هم على عيننا وعلى راسنا حقيقة، وشرفونا وعطونا أجواء وثقافة الجمهور النصري كيف يشجع. أهلا بحضراتكم مرة تانية. شفنا ردود الأفعال والتعليقات وده مرتبط بالعنوان الأهلي في كل مكان. شفنا شعبية الأهلي أينما يذهب للمشاركة، طبعا في المقام الأول كرة القدم بشعبيتها الجارفة، لكن حتى المشاركات الرياضية لنجوم وفرق النادي الأهلي في أي بطولات عربية أو أفريقية بتكون بتساعد على الترويج لهذه البطولة أو تلك، على الحضور الجماهيري، على الوجود في الصالات المغلقة أو في ملاعب كرة القدم. وزي ما شفنا زملائنا من الإعلاميين السعوديين وهو بيقولوا حضور جماهيري مصري سعودي ضخم هناك في هذه المباراة الودية بين الفريقين الكبيرين. طبعا فريق الشباب فريق له تاريخ في الكرة السعودية وله جمهوره وله شعبيته واسم النجم الكبير وتكريم
العظيم النجم الكبير فؤاد أنور طبعا من أشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية والعربية، ده يعني لا خلاف على هذه الأمور وليست محل جدل، لكن الأهلي بشعبيته موجود في كل مكان، ولما بيسافر وينتقل لأي بلد عربي أو أفريقي بيكون حضوره محط أنظار الجميع ومحل اهتمام الجميع، الجماهير ووسائل الإعلام والأصداء اللي شفناها، هذا الحضور الجماهيري المصري السعودي شفناه أيضا في الإمارات في أي مباراة للأهلي بيلعبها، سواء كان مع فريق له شعبية كبيرة أيضا في مصر أو ربما في بعض الدول في العالم العربي أو في القارة الأفريقية، لما كنا بنشوف مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك كانت الاستادات بتمتلئ، الاستاد بيمتلئ في الإمارات، ولما شفنا أيضا الأهلي مع المصري كان الحضور أقل كثيرا مقارنة بالزمالك، بالنسبة للجمهور المصري بالتأكيد حضوره في هذه المباراة مباراة السوبر كان أقل كثيرا من الأعداد اللي بتذهب لمتابعة فريق الزمالك المنافس التقليدي للأهلي، إذا ده بيدلل على أن الأهلي أيضا كان بيملأ جمهوره الاستاد في مباراة المصري في كأس السوبر واللي حصل عليها مؤخرا بعد فوزه على المصري البورسعيدي في الإمارات. دايما الأحداث والمناسبات الدولية العربية لكرة القدم حاضر فيها بقوة ورقم واحد في المشاركة فيها والأقرب إلى الحضور والاستثمار والترويج لأسماء النجوم وأسماء الفرق والحضور الجماهيري ونجاح المسابقة دائما أبدا هو النادي الأهلي المصري. التأكيد من وسائل الإعلام أمر طبعا بنشكرهم عليه، هذه الحفاوة بالكابتن محمود الخطيب اللي شفناها في الملعب من المسؤولين في الأوساط الرياضية السعودية في نادي الشباب السعودي في طبعا الهيئات القائمة على الرياضة وعلى كرة القدم السعودية بشكل عام، شفنا حجم الاستقبال والحفاوة والتقدير للنجم الكبير وأسطورة كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية الكابتن محمود الخطيب، وأيضا حرصت وسائل الإعلام السعودية زي ما تابعنا وقرينا لحضراتكم أكثر من خبر في العناوين الموجودة وفي كل التفاصيل الموجودة في أكثر من أو جريدة أو صحيفة أو صحيفة أو موقع سعودي للأخبار، الكل بيؤكد على حجم الشعبية اللي ما زال بيتمتع بها ويحظى بها حتى يومنا هذا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. تجربة الأهلي يعني تم تعميمها، انطلقت من مصر وأصبح أكثر من نادي وأكثر من هيئة ومؤسسة رياضية ونادي من أندية كرة القدم أو المؤسسات الرياضية العربية بشكل عام والأفريقية بتحمل هذا الاسم، أهلي دبي، أيضا أهلي جدة السعودي، أهلي شندي في السودان، أهلي طرابلس في ليبيا، الأندية تكررت التجربة، يعني الكل حذو هذا النادي وأصبح الاسم وهذه طبعا هذا الشعار البراق الرائع اللي بيحمل هذه القيمة وهذا التاريخ وهذه المبادئ وهذا الحجم من النجاحات والبطولات والألقاب اللي دايما بتضعه في المقدمة وبتخلي نادي الأهلي نمرة واحد في المنافسات القارية والعربية والمحلية في مصر، خلت التجربة تتكرر بنفس الاسم في عدد من الدول العربية الشقيقة، وإحنا هنا بننتقل بين عدد من الدول العربية لمتابعة أندية الأهلي هناك، الأندية اللي بتحمل نفس اسم الأهلي المصري ولكن في عدد من البلاد العربية الشقيقة. أخبار الأهلي في كل مكان بتقول شباب أهلي دبي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإماراتي، استعاد شباب الأهلي أهلي دبي نغمة الانتصارات بعد 10 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز وتغلب على أيضا في هذه المباراة بهدفين نظيفين في المباراة اللي جمعته مع فريق الإمارات عصر الجمعة باستاد نادي الإمارات في رأس الخيمة في افتتاح مواجهات الجولة رقم 15 لدوري الخليج العربي، وبيقفز شباب الأهلي للمركز الرابع ويرفع رصيده إلى 20 نقطة ويبقى الإمارات في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة. الزهراني يشيد بأداء مؤمن زكريا من اللاعبين طبعا المؤثرين اللي خرجوا في تجربة احترافية خارج مصر في الفترة اللي فاتت في نادي أهلي أو في فريق أهلي جدة السعودي، بيشيد بأدائه طبعا مؤمن زكريا وتألقه سواء مع النادي الأهلي أو دايما هو لاعب عنده إمكانات متميزة جدا فنيا وبدنيا ومن اللاعبين اللي عندهم السرعات وعندهم تنويع في طريقة أدائهم في الملعب وحتى في الأماكن اللي بيتمركزوا بيها خلال أحداث أي مباراة، وبيقدم كمان حلول غزيرة جدا للجهاز الفني وللمدير الفني اللي بيتولى الفريق اللي هو بيلعب ضمن صفوفه. بيشيد بأدائه فهد الزهراني المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي من خلال طبعا الحديث عن تألق الدولي مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المنتقل على سبيل الإعارة إلى أهلي جدة السعودي، وبعدما أحرز 3 أهداف ورفض توضيح حقيقة اهتمام النادي بضم عبدالله السعيد في فترة الانتقالات الماضية لم يعقب أو يعلق على هذا الأمر، وعن إمكانية وجود صفقة نهائية لشراء اللاعب بعد نهاية مدة أو فترة الإعارة أوضح الزهراني انتقل زكريا معارا لأهلي جدة بدعم كامل من هيئة الرياضة السعودية قادمة من الأهلي المصري، ولا أستطيع الحديث عن هذا الأمر إلا بعد نهاية الإعارة مع نهاية الموسم الجاري.
أهلي شندي أيضا في السودان يواصل الوديات استعدادا للموسم الجديد. بيواصل هذا الفريق السوداني الشقيق تجاربه الودية ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، وحقق السبت الفوز في مباراة ودية جديدة بنتيجة 2-1 على فريق المهدية من المستوى الثاني في دوري العاصمة الخرطوم بملعب كلية القادة والأركان. وأخيرا أهلي طرابلس يدعم صفوفه بثلاث محترفين. نجح رجل الأعمال إسماعيل الشتاوي الرئيس الشرفي لنادي أهلي طرابلس الليبي في إتمام التعاقد مع ثلاث لاعبين محترفين دوليين، وذلك لدعم صفوف الفريق في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الليبي واللي توج به في الموسم الماضي. وتعاقد أهلي طرابلس مع ثلاثي الدوري الأفريقي المهاجم الرواندي إيتيكياما إيجيتي ولاعب الوسط الكونغولي جونيور ماكيسي والمدافع البوركيني زونجارا، وقد تم قيد الثلاثي في القائمة الأفريقية. ويحتل أهلي طرابلس الليبي صدارة المجموعة الرابعة في الدوري الليبي برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المدينة صاحب المركز الثاني. دي كانت إشارات سريعة جدا إلى أخبار الأهلي في كل مكان، الأندية اللي بتحمل نفس اسم نادي العريق الأهلي المصري، واللي طبعا بنتابع أخبارها لأنها أخذت التجربة أو هذه التجربة بنيت على اسم النادي الأهلي ونجحه في مصر وانتشر المسمى في عدد من الدول العربية بوجود عدد من الكيانات الرياضية اللي أنشئت أو أندية كرة القدم التي تحمل نفس الاسم الأهلي. احنا في هذه الفترة من التغطية لسه طبعا هنتابع مع حضراتكم العديد من الموضوعات، هنتكلم عن المستوى الفني، وجدير بالذكر ايضا انه العلاقات الطيبة بين مصر والسعودية قدرنا ان يلتقي المنتخبان الشقيقان في نهايات كأس العالم القادمة في روسيا. العلاقات الرياضية والاستثمار المشترك والدعم من كيانات رياضية سعودية لكيانات رياضية مصرية والتنسيق معها زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت ما يحدث مع النادي الاهلي، وهذا الحب الجارف والدعم الكبير لمجلس الإدارة الحالي وللنادي الأهلي بقيمته واسمه وعراقته ومبادئه وتاريخه تحت قيادة المجلس الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب. أكيد نتمنى الظهور، هم في نفس المجموعة مع أوروغواي وروسيا، نتمنى ظهور قوي للمنتخب السعودي الشقيق، ولكن نتمنى طبعا تفوق منتخبنا في اللقاء. نتمناها مباراة تليق بالفريقين، هيكون فيها روح قتالية ندية، الكل بيسعى سعي مشروع نحو الفوز وحسم المباراة لصالحه، وإن شاء الله تشهد قدر كافي من المنافسة يليق بمستوى واسم المنتخبين الكبيرين منتخب مصر والمنتخب السعودي الشقيق. نتمناها طبعا مباراة يحدث فيها أو نحقق الفوز فيها على حساب شقيقنا المنتخب السعودي اللي بنتمنى له كل التوفيق في مشواره في كأس العالم، باستثناء مباراته مع المنتخب المصري اللي أكيد هنكون منحازين فيها لمنتخبنا والمنتخب بلدنا وبنتمنى له الفوز في هذا اللقاء. لكن بنؤكد أنها هتكون مباراة لها طابع خاص جدا وهتشهد تنافس طبعا لا يتناقض على الإطلاق مع العلاقات الرياضية القوية بين البلدين وبين الأندية في البلدين الشقيقين وعلى مستوى أيضا المنتخبات والهيئات الرياضية. معنا يعني عدد من الاتصالات أيضا للتعليق على الأحداث الرياضية من ليبيا. الصحفية الليبية الأستاذة إيزاد عبد الباسط، أهلا بحضرتك. مساء الخير، وكيف حالكم وكيف حال كل جمهور مصر؟ إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن حال. أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. بداية تعليقك على ظهور الأهلي بهذا الشكل في أكثر من مناسبة كروية ورياضية عربية، سواء السوبر المصري في الإمارات أو بنتحدث عن مباراة مهمة مع الشباب السعودي في اعتزال نجم الكرة فؤاد أنور، كيف يمكن أن نرى شعبية الأهلي في كل أنحاء العالم العربي؟ طبعا نادي الأهلي هو نادي القرن في مصر، ومش بس في مصر، في أفريقيا كمان وفي الوطن العربي، ورقم صعب جدا في الكرة العربية. نعم. نادي الأهلي يعني ممكن ينزل مستواه بس مش ممكن يوقع، هذا نادي يعني عنده تاريخ كبير وعنده جماهيرية كبيرة وعنده شعبية كبيرة، وأنا كنت موجودة في عدة يعني لقاءات مهمة للأهلي، كان آخرها ممكن آخر لقاء يعني كان نهائي 2012 في تونس اللي أهلي توج فيه بلقب دوري أبطال أفريقيا. الأهلي مش فريق سهل، الأهلي قادر على انتزاع أي لقب سواء كان محلي أو عربي أو قاري. نادي الأهلي الآن يعني نقدر نقول أنه مش في أفضل حالاته، لكن في حالة أيضا ممتازة وحالة يعني كويسه تحت قياده الكابتن حسام البدري. الاهلي فريق كبير يعني وقادر على التتويج في الالقاب، ولو ان النهائي ما وصلش في دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، ولكن وصول الاهلي للنهائي واجتياز النجم الساحلي في نتيجه كبيره في الاسكندريه هذا
كلها دليل على قوة النادي الأهلي. ليه حضرتك بتقولي الأهلي مش في أفضل حالاته؟ هل لأننا بنسعى أو لأنكم بتقيموا قوة النادي الأهلي عندما يتصدر البطولات الأفريقية وعندما يحصد اللقب الأفريقي تحديدا؟ صراحة خلينا نحكم نكون واقعيين، يعني جيل الأهلي بقيادة أبو تريكة مش هو جيل الأهلي توا يعني اللي موجود الآن، رغم إن أنا ذكرت لك إن الأهلي رقم صعب برضه في أفريقيا، بس لو تجي تقيم الأهلي مع عمره يعني كان يلعب على بطولات مصر، لأن هذا واقع يعني بالنسبة للأهلي المصري يعني. بس إحنا يعني كليبيين بنقيم الأهلي على ظهوره في أفريقيا. نعم. الأهلي في أفريقيا هذه السنة صراحة صنوف يعني بنبالغ، الأهلي ما كانش يعني في دور المجموعات ما كانش في أفضل حالاته يعني. إحنا متفاهمين وجهة النظر دي طبعا. نعم. في النهائي وفي الفاينل الوداد أيضا كان. نحن نتفاهم وجهة النظر، لأن هذا هو السعي الرئيسي حاليا لمجلس الإدارة وللجهاز الفني وللاعبين وللجماهير وأعضاء النادي، هو حصد البطولة الأفريقية والعودة بقوة للمشاركات الدولية في كأس العالم للأندية والعودة لسابق عهد الفريق في مشاركاته خارج مصر. طبعا. طيب شعبية الأهلي كلمينا حضرتك عن شعبية الأهلي في ليبيا، إلى أي مدى بتهتموا في الوسط الكروي أو الرياضي الليبي بأخبار النادي الأهلي المصري ومشاركاته محليا وعربيا وأفريقيا؟ طبعا النادي الأهلي منافس خصم لكل أو خصم يعني عنيد لكل نادي في نعم. في الوطن العربي، فكل محبي أي نادي في أي دولة بيحطوا ألف حساب للنادي الأهلي، بيتابعوه في الدوري المصري بيشوفوا كيف بيلعب الأهلي المصري، عنده شعبية رهيبة في افريقيا يعني. لما انت تتكلم على نادي القرن يعني ما تتكلمش على نادي صاحب اكثر تتويجات في البطولة الافريقية، صاحب اكثر يعني حتى على المستوى الدولي النادي الاهلي يقارن بأندية عالمية كبيرة يعني. اتكلم على تتويجات الاهلي تقارن بتتويجات ريال مدريد، فهذا كله يحسب طبعا للنادي الاهلي. احنا في ليبيا في شعبية كبيرة للنادي الاهلي، كذلك انا كنت يعني عايشة فترة طويلة في تونس، والنادي يعني تونس ايضا بيحترم النادي الاهلي رغم المنافسة الشرسة بين الترجي والنجم الساحلي والاهلي المصري، لكن الاهلي يبقى رقم صعب ويبقى له جماهيرية وشعبية كبيرة. أشكرك جدا على هذه المشاركة معنا في الحوار، الصحفية الليبية الأستاذة إزاد عبد الباسط، شكرا جزيلا لك. يعني تعليق شعبية، وجود اهتمام بمتابعة أخبار الفريق، ورغبة لدى بعض الصحفيين أو الزملاء في الوسط الرياضي أو في الإعلام الرياضي الليبي لعودته للصدارة الأفريقية، التألق على المستوى القاري والدولي، العودة لحصد دوري رابطة الأبطال الأفريقي والمشاركة بقوة وتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية كسابق عهد الفريق عندما شارك للمرات الأولى في كأس العالم للأندية بعد أن تسيد المنافسات في القارة الأفريقية على التوالي في عدد من الأعوام أو المواسم المتتالية. يعني كل ده بيعكس ان في اهتمام، في متابعه اعلاميه، في تركيز على اخبار النادي الاهلي وشعبيته الممتده الجارفه الممتده الى كل انحاء القاره الافريقيه والعالم العربي. وده طبعا راي اكيد هنسمعه لو استمعنا الى نماذج كثيره من الاراء على مستوى الصحافه ووسائل الاعلام والمتابعين والمتخصصين في شؤون الرياضه العربيه والافريقيه. طبعا ده هيكون من الامور اللي هنناقشها النهارده مع اكتر من ضيف، مع الكابتن محمود صالح نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، هنتكلم عن رؤيته المستوى ومؤشرات اداء الفريق وفرص فوز الفريق او العوده لصداره البطوله الافريقيه ولحصد الالقاب وزياده عدد الانجازات الموجوده في حصيله بطولات النادي الاهلي من البطولات الافريقيه. وهيكون كمان من الامور اللي هنناقشها مع ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت ضمن حديثنا عن الرؤيه الخاصه بمتابعه الاعلام والصحافه الرياضيه في مصر لفرص الاهلي على المستوى القاري وعلى المستوى الاقليمي والدولي في المنافسات الكرويه في المرحله المقبله. هنتابع مع حضراتكم تقرير ونتوقف مع فاصل ايضا، ونعود بعدها لاستكمال فقراتنا وهذه التغطيه واللقاءات مع ضيوفنا في الاستوديو.
البداية أقول إن احنا سعداء نكون في وطننا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة الحبيبة. وطبعا تعلمون مدى حب الشعب المصري وتقديره للمملكة. على الجانب الثاني أكيد احنا سعداء نبتدي في المناسبة بتشريف أو تكريم نجم كبير الكابتن فؤاد أنور. ويمكن يعني برضو أكيد على المستوى الرياضي حسين بدري أنا أعلم الاسم الكبير كابتن فؤاد أنور، لكن كنت سعيد جدا حتى من كم المصريين اللي يسألون عن المباراة فما بتذكر اسم كابتن فؤاد أنور، بيتكلموا حتى على الذكريات وبيتكلموا على تميزه كلاعب أفضل اللاعبين. وطبعا لابد ان احنا نتوجه بالشكر لسيادة معالي الوزير ترك الشيخ رئيس الهيئة الرياضية ومساندته الكبيرة لينا وحبه للنادي الاهلي. فاكيد طبعا دي برضو من المكاسب اللي احنا يعني بنذكرها في الفترة الاخيرة وبنشعر بالافتخار لمساندته لينا. وان شاء الله باكد ان احنا جايين لمباراة تكريم هنا، وكان نفسنا يبقى كمان في تكريم للكابتن فؤاد أنور في مصر، يعني احنا بنكرمه هنا ونفسنا نكرمه في مصر ان شاء الله، لكن بنعبر عن تقديرنا ليه ومشاركتنا في المباراة. وان شاء الله باذن الله مباراة تليق باسمه ونجوميته وحجمه ان شاء الله. يعني كلام كتير عن أمور خاصة طبعا بالنادي الأهلي والعلاقات القوية جدا ما بين النادي الأهلي والمؤسسات العربية في كل مكان، رياضية طبعا بشكل كبير. يعني المستشار تركي الشيخ بتصريح ليه لجماهير الأهلي بيقول وبيأكد دائما على العلاقات المستمرة والقوية من خلاله طبعا، والتواصل مع مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي خصوصا في الفترة السابقة. أوجه كثيرة أوي تجعل العلاقات المصرية السعودية دايما في أوجه قمة الفخر والاحترام، رياضيا سياسيا شعبا وقادة على أعلى مستوى الحياة. من الحب والأخوة دايما مصر هي الأم الوطن الكبير. المستشار تركي آل الشيخ ده رجل دولة صحيح، هتلاقي فكره هو مستشار الملك في لا هو رجل دولة يعني هو رجل دولة، فمش هتلاقي يعني انا شفت في الفتره الاخيره شويه تخبطات كده من الناس غيره ما تكونش مش عارف ايه.
طبعا بقول يعني احنا موجودين في بلدنا الثاني المملكه العربيه السعوديه، والكل يعلم يعني دون ايضاح مني طبعا مدى تقديرنا وحبنا كمصريين للمملكه العربيه السعوديه، لاعتبارات كثيره واواصر تاريخيه بتربط الشعبين مع بعض. لكن انا اكيد سعيد النهارده لوجودنا في المملكه العربيه السعوديه، وجودنا في حدث مهم جدا. انور طبعا نجمنا النهارده، والتكريم اللي اتعمل الجميل عشانه طبعا كابتن فؤاد انور المونديالي كابتن المنتخب السعودي. كابتن فؤاد انور مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير، تحياتنا ليك ومبروك النهارده، مبروك يوم رائع. كابتن عادل عبد الرحمن كابتن شريف عبد المنعم بيرحبوا بيك وبيباركوا طبعا لحضرتك النهارده اليوم الجميل ده. والله كلمة مبروك، المفروض اليوم تنقال للجمهور المصري. الجمهور المصري اليوم يعني الكرنفال هذا او الحفل تزين بالجمهور اللي في المدرج. انا اقول هنيئا لنادي الاهلي بجماهيره. حقيقة. سواء خارج مصر او داخل مصر. حقيقة. النادي العريق هذا نادي القرن حقيقة اثبت اليوم انه نادي كبير بجماهيره بتاريخه بجميع ما يملكه حقيقة هذا النادي. واشكر ايضا زميلي وصديق محمود الخطيب اللي كان متواجد اليوم. اشكر سعادة السفير المصري اللي شرفنا حقيقة اليوم في الحفل. حقيقة انا بدل اشجع الاهلي المصري من اليوم. خلينا اقول لكم تصريح لكابتن محمود الخطيب بعد المباراة وبيتكلم فيها ان هو فخور بجمهور الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الزمالك النادي الاهلي بيتكلم ان هو فخور بجمهور الاهلي والشكل اللي كان فيه استاد الامير فيصل بن فهد، وايضا الكلام عن العلاقات القويه والممتده ما بين الاشقاء المصريين والسعوديين في جزئيه الرياضه، وطبعا يخص طبعا بتركي الشيخ طبعا رئيس هيئه الرياضه في السعوديه، ودي حاجه مميزه جدا ودائما هي دي دائما اللي احنا حابينه، حابين ان ده تمتد بالشكل ده. ايضا المستشار تركي الشيخ اتكلم وتصرح ايضا بعد المباراه والكابتن محمود الخطيب ان هو بيقن كل التقدير والاحترام لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، واكيد التعاون سوف يستمر بشكل ما في مصلحه كيان النادي الاهلي الكبير واللي هو بيحبه بشكل كبير، وايضا عشان ده يعني توضيحا ان في بعض الناس اللي حاولت توقع ما بين او تعمل يعني شوشره حول هذه العلاقه الجيده والممتده والمتينه ما بين تركي الشيخ والنادي الاهلي، ودائما بنسعد دائما بمحبي النادي الاهلي في كل مكان، وايضا من يساعد النادي الاهلي في كل مكان بنشكره طبعا شكرا جزيلا، وطبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب على يعني كلمته لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير جدا زي ما احنا شفنا كده، وجوده في السعوديه، وجوده في الامارات، هتلاقيه في الكويت، هتلاقيه في البحرين، هتلاقيه في كل حته في الوطن العربي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ودايما هو اللاعب رقم واحد زي ما احنا بنتكلم. كابتن محمود الخطيب وضح هذه الامور قبل كده ان هو اللاعب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم مره تانية، احنا لسه معاكم من خلال هذه التغطيه على شاشه قناه الاهلي، الاهلي في كل مكان، والحديث عن مشاركات الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. شفنا في هذا التقرير اللي جمع الكثير من التصريحات سواء للكابتن حسام البدري او اتصال سابق اجراه زميلنا الكابتن محمد فاروق لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا، وهذا الحوار الجميل اللي كان على الهاتف مع نجم الكره السعوديه المعتزل الكابتن فؤاد انور، واللي قال ايضا انه يعني بيقدر هذا الدور للنادي الاهلي ومجلس ادارته واعضائه وجماهيره وفريق الكره ومشاركته في مهرجان تكريمه او اعتزاله، وقال انه بيحمل كل التقدير للكابتن محمود الخطيب وللكره المصريه وللنادي الاهلي بشكل خاص، وقال في الفتره الاخيره انا كمان بعد المباراه دي وبعد مشاركه الاهلي في هذه المباراه لتكريمي وتقديري في نهايه مشواري كلاعب كره هشجع النادي الاهلي وهتابع مبارياته وهكون واحد من الاهلاويه ومن المشجعين الداعمين والمحبين للنادي الاهلي في الفتره الجايه. هنتكلم على كافه المستويات، هنتكلم بالتفصيل عن مباراه الاتحاد السكندري والفوز المهم اليوم بثلاث اهداف نظيفه والحفاظ على فارق النقاط مع مباراه مؤجله أمام المقاولون، 9 نقاط بالفعل حتى الآن وربما تصل إلى النقطة 12 إن شاء الله في حالة الفوز بالمباراة المؤجلة، وأيضا
الترقب والتطلعات على مستوى الإعلام المصري والعربي والدولي رياضيا لعودة النادي الأهلي لصدارة البطولات الأفريقية والمشاركة وتقديم نتائج وأداء وإنجازات جديدة في كأس العالم للأندية في البطولات القادمة إن شاء الله. اسمحوا لي ارحب بضيفنا في الاستوديو نجم الكره المصريه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا الكابتن محمود صالح. مساء الخير يا كابتن محمود. اهلا استاذ محمد. سعداء بوجود حضرتك معانا. الله يسلمك. ربنا يخليك. توفيق دايما. ربنا يخليك كابتن محمود. بدايه هنتكلم عن المباريات المحليه اولا مسابقه الدوري. شايف ازاي الاهلي اداؤه مؤشراته ارقامه وجوده في هذا التصنيف في صداره الدوري الممتاز في المرحله دي؟ ما فيش شك النادي الاهلي بالنتائج بالاداء الاول وبالنتائج هو جدير بالصداره ما فيش شك. انما احنا كرياضيين بنتمنى يكون في تنافس يكون اكتر من كده يعني. الانديه كل ما زاد العدد الانديه المتنافسه والعدد النقاط يكون متقارب يعني احنا بنتمنى الاهلي يفوز بالبطولات كلها. بس احنا بنفكر طبعا على مستوى الكره المصريه يعني ان يكون في تنافس اكتر من كده. انما ما فيش شك النادي الاهلي بيخلي طعم المسابقه احلى. اكيد يعني طعم الفوز بالبطوله كمان اجمل او كمان لصالح المنتخبات الوطنيه. وحتى هيرفع حتى من مستوى الانديه يعني. النادي الاهلي لو ليه مستوى معين لو التنافس زاد اكيد مستوى النادي الاهلي هيزيد بشكل افضل. كمان ما تنساش انه برضه بتاثر برضه على مستوى اللاعبين الدوليين والمستوى الدولي. كل ما زاد الدوري يعني التنافس المحلي اكيد ما فيش شك ده بيرفع من قيمه المنتخب الوطني. بالرغم يمكن في الفتره الاخيره يمكن العناصر اللي بيستعين بيها المنتخب المصري يمكن زادت يمكن تقريبا بنوصل تقريبا ل 15 لاعب محترف خارج مصر. دي حاجه جيده ما فيش شك ان كل ما زاد عدد المحترفين. بس انا شايف مع مرور الوقت انا مش عايز العناصر كلها بعد كده كام سنه كده هنلاقي مثلا نبقى زي نيجيريا وزي غانا وكل الدول دي ان كل العناصر الدوليه اللي بتمثل الفريق هي من خارج الدوري المحلي. دي تبقى مشكله برضو بالنسبه لنا. ليه يا كابتن محمود شايفها كده؟ لان العناصر المميزه هتبقى خارج الدوري خارج حضرتك تقصد ان ده هيخلي المنافسه ان مفيش عناصر دوليه بالزبط. داخل الدوري او المسابقه بالزبط. المحليه فهتخلي مستوى الدوري اقل كمان يعني. حتى الانديه اللي هي ما عندهاش عناصر كتير دوليه يعني على سبيل المثال يمكن جت في ذهني كده يعني ذكرت حاجه مثلا كمثلا جبت الكابتن شوقي غريب في المحله كان بيمثل مصر ولعيب دوري طوال فتره ما فيش شك انه بيرفع مستوى الفرقه بتاعته وبيخلي عندهم طموح برضو عايزين يبقى زيه يعني التنافس داخل الفرقه كمان بيزيد. كابتن احمد الكاس في الاولمبي كان عامل دعايه واسم كبير لفريقه يعني بالظبط وبيخلي التنافس داخل الفريق اقوى وبيرفع من مستوى فرقته وبالتالي مع الاحتكاك الفرق ببعضها المستوى هيزيد. بتتمنى يبقى في كل فريق دايما لاعب بيدخل على فترات او موجود بقوه في المنتخب المصري. اتمنى دي طبعا. انا مش عايز الدوري يموت الدوري المحلي يموت فتره من الفترات. يمكن الاحتراف الخارجي هيزيد من مستوى الفريق كمنتخب ما فيش شك. الاحتكاك اقوى ومستويات اعلى بره. انما ده انا يعني الناس عايزه الناس تتابع الكوره وتبقى مبسوطه وشايفه نجوم دوليه برضه بتتفرج عليها. نقطه فيها خلاف وفي جدل عليها كابتن محمود. يعني النهارده اللي حضرتك قلته ده الراي ده موجود. في ناس بتقول والله اصل بيهاجموا الاهلي او بيظلموه بيقولوا الاهلي متفوق لان ما فيش منافسه ولان باقي الفرق اقل كتير. طيب هل الرأي الموضوعي ان الناس تقول كده ولا تقول ان الاهلي بيشتغل وبيجهز وبيجتهد اكتر من باقي الفرق وانه ما يحملش هو مسؤوليه باقي الفرق لو مش بتشتغل بنفس الطريقه او بتحافظ على نفس المستوى؟ في شك النادي الاهلي باسمه وتاريخه والادارات المتعاقبه بتدير الكوره بتدير النادي كله بشكل عام ما فيش شك. لا هي يعني اعتقد يعني ماشيه باسلوب كويس يعني تاريخ النادي بيشهد على كده يعني. انما انا احاول اسعى ان اذا كان هناك في مستويات اعلى مني احاول اوصل للمستوى ده. انما ما احاربش المستوى ده اقول اصل النادي الاهلي مثلا يمكن يعني في عوامل بتساعده في سواء تاريخه وامكانيات لعبته بس ده كل ده مجهود متراكم على طوال السنوات اللي فاتت يعني. ده تاريخ النادي الاهلي يعني. المطلوب من النادي او اللي عايزه تنافس تشوف ايه اللي ينقصها. انا يعني هي في النهايه برضو انا بعذرهم بعض الشيء لان هم مش هيوصلوا للمتوفر للنادي الاهلي مفيش شك. شعبيه النادي الاهلي وجماهيريته وتاريخه وامكانيات لعبته والكفاءات الموجوده سواء على المدربين وعلى الاداره قد تكون مش متوفره في انديه اخرى. انما في انديه قريبه نادي الزمالك يمكن في الفترات القريبه دي بعد شويه عن التنافس انما طول عمره متواجد في التنافس. الاسماعيلي كان متواجد. بتحب الزمالك يكون اقرب للمنافسه موجود في الصوره؟ طبعا طبعا دي حقيقه. الاسماعيلي كان متواجد بشكل كبير في فتره، المقاولين كان بينافس بشكل كبير على البطولات وحصل على بطولات محليه وحتى على مستوى القاره حصل على بطولات. على الاقل يبقى في يعني مش مطلوب من كل الانديه الدوري الممتاز هي اللي تبقى في تنافس على الصداره يعني. انما يبقى في اربع خمس ست فرق
تكون فيها تنافس حقيقي يعني مفيش شك ده. ونرجع تاني نقول كمان مفيش اعذار يا كابتن محمود، زمان كانوا يقولوا اصل المشكله نقص الموارد مفيش امكانيات، دلوقتي بنتكلم عن صفقه الاهلي عايز يشتري لاعب، بنلاقي انديه في الدوري الممتاز بتقول والله اللاعب ده اصله مؤهل للاحتراف الخارجي، ده احنا هنبيعه 40 مليون ب 50 مليون، صفقه اخيره منتقله للنادي الاهلي الرقم اكثر من 30 مليون حوالي 35 مليون، يعني قصدي بقى فيه في بورصه انتقالات اللاعبين ما يوفر لاي نادي في مصر لو باع عنصر واحد تمام. مميز ارقام يقدر يدخل بيها في معادله شراء لاعبين وعناصر مميزه ملوش يعني. صلاح محسن لاعب ام يمكن تقريبا الصفقه كلفت 38 مليون. هو طبعا الاحتراف الخارجي ده ما فيش شك هيرفع من قيمه اللاعب في الداخل يعني. يعني هي في استفاده برضه من ناحيه الدخل للانديه. المفروض الموارد دي نشوفها بقى تنعكس فنيا وده والانديه بقى عندها طموح. هو بس حتى انتقال لاعبتها مش خلال الدوري المحلي. يعني في طرق زي تجربه نادي المقاولين الحقيقه في محمد صلاح والنني، محمد النني كانت تجربه رائده ويمكن سبقوا الانديه كلها بسنين طويله يعني. والنادي استفاد ماديا، النادي المقاولين يمكن لحد الفتره الاخيره كان بيستفاد من انتقال محمد صلاح من نادي الاخر. فدي برضو لازم الانديه يكون عندها طموح ان ممكن فعلا زي ما حضرتك قلت لاعب واحد يمكن يفرق كتير قوي يعني. مش عايز اقول عشرات الملايين، ممكن مئات الملايين، خصوصا في ارتفاع العمله حاليا، العمله الدولار والعملات الصعبه ديت اصبح قيمه اللاعب قيمه كبيره، وممكن فعلا زي ما حضرتك قلت النادي يستفيد بهذه المبالغ في تدعيم فريقه ورفع من مستواه مفيش شك. ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي في الفتره الجايه؟ يعني شفنا الاعلاميه او الصحفيه الليبيه الاستاذه ايزاد عبد البسط وهي بتتكلم معانا بتقول نتمنى ان يعود الاهلي لسابق عهده بحصد البطولات القاريه وانه يتسيد المنافسات افريقيا ويعود للمشاركه القويه في كاس العالم للانديه. حضرتك شايف مسار الفريق ازاي وهل احنا مؤهلين لده في الفتره الجايه ولا لا؟ حتى لو اعترفنا ان في اختلاف في المستوى او في تفاوت في المستوى بين الفتره السابقه والفتره الحاليه بالنسبه للمستوى الفني، انما الاهلي متواجد. حضرتك تقصد، هل تقصد امكانيات اللاعبين؟ الجيل ده مقارنه بالجيل اللي كان فيه نجوم الكبار في محمد بركات، ابو تريكا، فلافيو، جيلبرتو، المجموعه دي، عماد متعب في طبعا وقت تالقه. تمام. فحتى لو في فرق في المستوى بين الجيل السابق والجيل الحالي، انما الاهلي قريب برضه من التنافس يعني، تقريبا شبه مسيطر على البطولات المحليه، بيحصل وبينافس، اخذ بطوله كنا وصلنا الفاينل وكنا اقرب، يمكن كان عندنا فرصه كبيره نوصل لدوري ابطال الانديه الافريقيه ونروح نشترك برضه في كاس العالم للانديه. انما هي الفرق طبعا مش هتبقى في مستوى واحد، في فترات برضه ممكن مستوى يقل، انما هو ما قالش بنسبه كبيره يعني نقدر احنا نوصل للمستوى ده ونقدر نوصل للنتائج اللي كانت بنحصل عليها في السابق، بطولات افريقيا والاشتراك في الدوري، بطوله الانديه، بطوله العالم للانديه، فتره من فترات في بطولات عقد 2007 او 2006 حصلنا على المركز الثالث في بطوله العالم للانديه. انما يعني يمكن مؤخرا يعني لو بصينا على الاستعانه بالعناصر الجديده في فتره يناير ديت، هي فكره جيده طبعا من لجنة الكرة الحقيقة والجهاز الفني للنادي الأهلي، إن العناصر اللي استعان بها النادي الأهلي في التدعيم هي عناصر سنها صغير الحقيقة وعندها فرصة كبيرة أوي، سنوات يعني تقدر يبقى عنده فرصة يعني يخش في احتكاك وتدريب جيد في النادي الأهلي، وممكن بعد كده في المستقبل، مش مستقبل بعيد يعني، يعني أنت لو بصيت لصلاح محسن ده تقريبا عنده أعتقد 18 سنة أو 19 سنة، ومعظم العناصر في يعني محمود الجزار يعني في كل العناصر اللي هي يستعان بيها النادي الاهلي، فدي ده تفكير كويس الحقيقه، لان النادي الاهلي هو متفوق في الفتره الحاليه ومش مش محتاج تدعيم في مركز معين عشان ينافس، في فرق يمكن محتاج اللاعب في عشان ينافس على مستوى البطوله الافريقيه ولا الدوري في فتره لا الفتره الجايه، انا عايز الكيرف بعد كده يبقى السهم لفوق مش لاسفل، فهو النادي الاهلي نقول مثلا المستوى الثابت، اعتقد العناصر الجديده ديت في تدعيمها وتؤدي فتره سنه سنتين ثلاثه اللعيب بيوصل لمستوى يقدر يكون جدير فعلا تمثيل النادي الاهلي سواء في المسابقه المحليه او على المستوى الدولي او على مستوى البطولات الانديه الافريقيه يقدر يمثل، فانا شايف التفكير ده كويس ان احنا بس احنا لو سلمنا انه كان في عناصر مؤثره جدا من الاهلي في منتخب مصر، يعني دايما كان بيبقى في سبعه او ثمانيه في الملعب في بطولات 2006 2008 2010 من منتخب مصر اللي فاز بثلاث بطولات متتاليه لكاس الامم الافريقيه، وده متفق عليه ان الجيل ده كان غير مسبوق من اللاعبين وكان قوامه الرئيسي في النادي الاهلي الجيل ده في منتخب مصر. ولكن البعض يا كابتن محمود دلوقتي قد يسال يقول طب ما احنا عندنا فريق قوي جدا قدرنا نحتفظ ب 13 لاعب من النجوم الاساسيين لاسباب تتعلق بعدم الجاهزيه او استشفاء او اصابات، ونطلع نلعب مباراه ونفوز في مباراه وديه على فريق قوي هو الشباب السعودي، يعني احنا عندنا فريق يعني قوامه بيضم فريقين الحقيقه الجيل الحالي ده،
راي حضرتك ايه؟ مفيش شك، هو النادي الاهلي يمكن مستويات متقاربه في كل المراكز وبيضم اكتر من عنصر او اتنين في المركز الواحد، ده مفيش شك. بس النهارده الوضع اختلف، احنا زي ما قلنا في بدايه حديثنا ان المتواجدين اللي هو المعيارين المحترفين وصلوا ل 15 لاعب دلوقتي. فما فيش شك النهارده محمد صلاح مش محمد صلاح ايام ما كان متواجد في الدوري المحلي، أكيد. او حتى ارتفع المستوى مع زياده الاحتكاك وزياده المستوى انتقاله من بازل في سويسرا في روما في ايطاليا لحد الدوري الانجليزي، وهو بيمثل قمه الدوري قمه المستوى على مستوى العالم. فالموقف اختلف، العناصر مع الاحتكاك القوي اصبحت بتمثل عناصر اساسيه في النادي الاهلي، فبتقلل فرص مشاركه نجوم الدوري المحلي طبعا في المنتخب طبعا او في البطولات الدوليه. مش هيبقى في 7 و8 اساسيين في الدوري في الفتره السابقه، ده احنا مش عايزين، يعني احنا قلنا برضو في بدايه حديثنا ان احنا خايفين على ان مستوى الدوري المحلي يقل مع زياده اعداد اللاعبين المحترفين في الخارج. انما لا صعب حضرتك، يعني المطلوب دلوقتي لا صعب اعتقد تحقيقه دلوقتي، حتى في المستقبل كان هيبقى اكثر صعوبه ان احنا بيتواجد في المنتخب ان يمثل منتخب مصر 7 أو 8 لاعبين اساسيين من النادي الاهلي، هتبقى صعبه التجربه طبعا. هتبقى مختلفه في فتره لا صعب مع وجود العدد ده من المحترفين اللي بيعتمد عليهم الجهاز الفني للمنتخب، وحتى النادي الاهلي دلوقتي اي حد بيجي له فرصه يعني مفيش مشكله. النهارده زي ما قلنا يعني رمضان صبحي لما انتقل وتريزيجيه لما انتقل، رمضان صبحي ممكن تكون مش عارف الرقم بالظبط بس ممكن الصفقه تكون معديه 100 مليون جنيه، فده رقم كويس طبعا. اي لعيب في السن دوت لو النادي الاهلي جت فرصه ان يجي له عقد احتراف في الخارج هيسمح بكده، مش هيعارض يعني في الشك، ودي برضه يبقى في صالح الكره المصريه على المستوى الدولي، وفي نفس الوقت انت بتبقى في دعم مادي انت محتاجه اكيد، وتقدر بالدعم المادي ده تستعين بعناصر من الدوري المحلي والدنيا. ده كمان دخل في الحسابات، يعني الفتره اللي فاتت فعلا في صفقتين مؤثرين مع الفريق من خارج مصر، يعني سواء بنتكلم عن اجاي او وليد ازارو، اثنين لاعبين محترفين، لاعب مغربي ولاعب نيجيري، الاثنين اضافه كبيره جدا للفريق. هو ده الاختيارات اللي بتعمل فارق او بتؤثر في الفريق. اعتقد سعرهم وجودهم في النادي الاهلي في الجو والمناخ دوت والتنافس على البطولات واحراز بطولات اكيد السعر هيعلى، والتنافس التنافس اساسا اللاعبين جوه، اصل في تنافس داخلي برضو، يعني ازارو مش بسهوله هيبقى اساسي في النادي الاهلي، وجايه مش هيبقى بسهوله في اساسي في النادي الاهلي، فهو التنافس داخل الفريق ده مفيش هيرفع من مستواه، واحتكاكه في المباريات الرسميه هيرفع من مستواه، وبالتالي سعره هيزيد. يعني النهارده لو فكرنا في وليد ازارو اكيد سعره زاد عن ما جه السعر اللي جه بيه النادي الاهلي، وده في صالح النادي الاهلي. وانا متخيل النادي الاهلي في يعني الفترات اللي جايه والسنين القادمه دي ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه يعني تخمه من وباكا، بس لسه نسبه المشاركه مش بقدر مشاركات ازار واجاي، لكن نتمنى طبعا يبقى من العناصر المؤثره جدا مع الفريق بالزبط. وهو لاعب يعني شغل الاحتراف ده واشتغلنا عليه بشكل كويس وبتنظيم كويس اكيد هيدخل النادي الاهلي ملايين الجنيهات في احترافات اللعيبه. صلاح محسن الفتره اللي فاتت غالبيه الاراء بتقول انه صفقه هتكون اضافه كبيره للنادي الاهلي، وانه كمان لاعب معظم الاراء اللي اتكلمت فيه الاستوديوهات التحليليه في مصر في الفتره اللي فاتت قالت انه مهاجم من طراز اوروبي وان عنده امكانيات خاصه جدا رغم صغر سنه، وان اختيار الاهلي له بيدل على ان لجنه التعاقدات وان لجنه الكره في النادي بتفكر كويس وبعين ثاقبه بتختار عناصر ممكن يبقى لها شان مع الاهلي وممكن كمان تخرج بارقام كبيره للاحتراف مستقبلا. هو ما فيش شك المتابعه كانت متابعه جيده ومتابعه لفترات طويله، مش وليده اللحظه، يعني احنا ما قلناش ما شفناهوش في مباراه، المسؤول شاف لعيب في مباراه بيلعب بشكل كويس وشاف ان هو يقدر يعني يكون اضافه للنادي الاهلي وبيتعاقد معاه، زي الانديه بره بتتابع اللعيبه بالشهور يعني فترات طويله عشان يتاكد من مستوى اللاعب ده، يعني يشوفه تحت الفرق. يعني الدراسه بس ما بتحتاجش مستوى فني بس ولا مستوى خططي ولا مستوى بدني بس، لازم دراسه الشخصيه بقى لازم يتاكد منها، هل هو تحت الضغوط بيدي في الماتشات الكبيره المباراه، هل مستواه ثابت طول الموسم ولا لاعبين اللي هم بيلعبوا مباراه كويسه قدام الاهلي والزمالك بس في الدوري. بالظبط بالظبط، فالدراسه كانت موجوده، وانا شايف مع تغيير التولي بقى الكابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وموجود على راس اللجنه الفنيه موجود الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق، وفي لجنه كانت يعني بتساعدهم كان اسمها لجنه فنيه او لجنه الاحصاء، يعني موجود الكابتن علاء ميهوب والكابتن ناجي خليل والكابتن حمدي برادي، ويعني برضه يعني كان كوادر هم عاملين خريطه هم شغالين يختاروا صح 100%، هم كانوا شغالين من فتره الحقيقه ومع يعني
حاطين ايدهم على عده اسماء وبيتابعوهم لفترات طويله. ففي الفتره الصغيره دي لما طلب منهم ان هم يرشحوا عناصر جيده كان متواجدين، وبالتالي في الفتره البسيطه دي الشهرين بتوع بدايه تولي الكابتن محمود الخطيب رئاسه مجلس اداره النادي الاهلي تابعوا اللعيبه ديت وتاكدوا من المعلومه. وانا شايف يمكن من افضل الفترات فعلا اللي النادي الاهلي يعني فعلا عناصر جيده تليق بالنادي الاهلي. احنا في فترات كتيره لعيبه كتير بتيجي وما بتلعبش، انما اعتقد دول هيبقى ان شاء الله في المستقبل القريب مع زياده الاحتكاك وزياده مستوى التدريب. وكان في تواصل مع الجهاز الفني مع المدير الفني ومدير الكوره في اختيارات في الفتره اللي فاتت. كان معانا على الهاتف من كام يوم كان معانا كابتن سيد عبد الحفيظ وقال والله يا جماعه الاختيارات والاضافات في فتره الانتقالات الشتويه في يناير محسوبه جدا وفي اضيق الحدود، لان عندنا بالفعل عناصر مميزه في الفريق، مش عايزين نضيف كتير، عايزين نضيف اسمين او ثلاثه يعملوا فرق بس. فواضح انها كانت مدروسه وكان في احتياجات تم تحديدها بالتنسيق بين مجلس الاداره ولجنه الكره ولجنه التعاقدات والجهاز الفني. اخذت وقتها يعني في الدراسه. بالظبط بالظبط. وانا شايف يمكن عناصر كلها دلوقتي حاليا، يمكن كان في الاول ما كانش في تفاهم يعني، بالعكس مجموعه العناصر اللي احنا قلناها ومجلس الاداره ولجنه الكره واللجنه الفنيه ولجنه الاحصاء والتحليل والجهاز الفني اعتقد في تفاهم دلوقتي وفي ثقه بينهم. ويمكن ده ما كانش انا حاسس بيه، انا عايش يعني عايش الاحداث ديت وعايش الظروف دي كلها. الحمد لله الفتره دي في تفاهم بينهم، وان شاء الله الفتره الجايه اي لاعب هيتم اختياره للفريق الاول في النادي الاهلي هيكون على قدر المسؤوليه وقدر المستوى اللي يليق فعلا باسمه وتاريخه ومستوى النادي الاهلي. مش ممكن يبقى معانا في الاستوديو الكابتن محمود صالح وما نسالش عن رايه في الدفاع، عناصر الدفاع الموجوده النهارده، الكوادر الموجوده في خط دفاع النادي الاهلي، وبعدها هنسال عن دفاع منتخب مصر واحنا داخلين على منافسه قويه ومباريات اكثر من مهمه هي نهائيات كاس العالم اللي بتكلل مشوارنا خلال التصفيات، وبيبقى التوقعات فيها يعني انها اصعب كتير من كل المنافسات اللي عدينا بيها في الفتره اللي فاتت. اولا دفاع النادي الاهلي، شايف ازاي العناصر الموجوده واللي بتشارك في الفتره اللي فاتت، سواء اللي جاهز فعلا او اللي اصيب ودخل مكانه اسم تاني حتى لو مش في مركزه؟ هي العناصر اللي هي دخلت يعني مؤخرا ايمن اشرف او محمد هاني الحقيقه قدم بشكل جيد في الفترات اللي فاتت دي. النادي الاهلي ما فيش شك حتى على المستوى الجماعي التكتيك، انا شايف التكتيك مع الكابتن حسام تحسن بشكل كبير جدا وعلى مستوى فعلا على مستوى اسم النادي الاهلي والشكل الجماعي يعني. بس انا برضو من خلال متابعتي برضو للشغل في قطاع الناشئين انا شايف برضو يعني كان انا مش متابع التدريبات بتاعت الفريق الاول نتيجه ظروف، لكن تقدر تقيم من المباريات. لا مهم جدا التركيز على الاخطاء الفرديه والتدريب الفردي، ده مهم جدا جدا، ده هيرفع من مستوى الاداء الجماعي للفريق. وغالبا على فكره هو اللي بتبقى الاخطاء في الاداء الفردي، يعني حتى عشان ارفع انا من مستوى الاداء الجماعي لازم اصحح الاخطاء الفرديه الاول. الاخطاء التكتيكيه في الاداء الفردي دي اصححها وارفع من مستواها، وبالتالي هيبقى في سهوله جدا جدا انها ترتفع بالشكل الجماعي. فمهم جدا التركيز على المستوى الاداء الفردي والتدريب التخصصي والتدريب الفردي لعناصر الافراد الفريق بشكل فردي. دي نقطه مهمه جدا جدا، يمكن انا شايفها فيها خسور عندنا في قطاع الناشئين. بنحاول برضو احنا مع المدربين ودايما في توجيهات موجود الكابتن الدكتور عمرو ابو المجد رئيس قطاع الناشئين، يعني بنحاول وموجود خالد جدالة برضو بنحاول النقط دي ناكد عليها عشان برضو اللاعب لما يصعد يبقى عنده فرصه للفريق الاول يقدر يكون وصل لمرحله كويسه ويقدر فعلا يمثل النادي الاهلي ما بقاش في عنده مشاكل. طيب اولا ايمن اشرف ومحمد هاني راضي عن ادائهم لان تم الاستعانه بايمن بقاله فتره الحقيقه بيلعب بشكل ثابت في مركز المساك، ومحمد هاني تم الاحتياج له في المركز ده في مباراه او اتنين في الفتره اللي فاتت لظروف الغيابات او الاصابه وما كانش مركزهم الاصلي سواء ايمن اشرف او هاني، شايف ادائهم ازاي وهما كمان يعني سنهم مش كبير؟ شوف هو يعني هو مش بسهوله اللاعب يغير مركزه برغم ان هو في مواقف لعب بتبقى انت متواجد ممكن للداخل او اللي في القلب ده ممكن هو اللي يكون للخارج. مواقف لعب نقول مثلا 80% متواجد في المركز الاساسي اللي بيلعب فيه، انما في ظروف لعب يعني ممكن هو متواجد في هو هم طبعا في شك قد بشكل جيد الحقيقه يعني، وما فيش شك ان الملعب انا في الجهه اليمنى كباك ظهير ايمن يعني ولا في قلب الدفاع اعتقد دي بتضيف لي خبرات كثيره يعني، لان في مواقف لعب هنا متكرره اكتر من الجنب يعني، مثلا هتلاقي الكرات العاليه هنا متكرره اكتر في قلب الدفاع مثلا،
هتلاقي الالتحامات متكررة أكتر، هتلاقي المواجهات أكتر، هتلاقي الخطورة في القلب ومن اتجاهات مختلفة، من مساحات أوسع من الزاوية اللي بيكون دايما متمركز فيها اللاعب لو هو باك رايت بيلعب على الخط أكتر. بالظبط، هتلاقي في يعني في مواقف لعب كتير قوي ممكن هو قليل في المركز الأصلي بيتعرض لها، ما فيش شك ده تبقى إضافة كتير ليه، ودي في النهاية برضو هتخلي مستواه يعني يزيد حتى في لما يرجع للباك رايت. بالظبط، لأن احنا مش عايز اقول نقط معينه، انما احنا يمكن في بطولات افريقيا الانديه يمكن الكرات العرضيه اللي دخلت فينا نتيجه يمكن كان في مشاكل في التغطيه وفي التحامات في الكره العرضيه. يعني مش عايز اذكر اسماء، يعني مجال يعني مش مناسب، بس دي نقطه مهمه لان في الكرات العرضيه ممكن تلاقي الظهير الايمن والظهير الايسر بيشتغل كانه قلب دفاع، محتاج يلتحم قوي، محتاج يبقى الوضع التشريح الجسم واقف صح، بيجي من الزاويه بتاعته سواء باك رايت او باك ليفت يغطي في الهجمات للفريق المنافس مكان المساك، فلازم يكون عنده المميزات دي بتاعه الفريق في الكرات العاليه وفي الالتحام وفي المواجهه، فدي مفيش شك هو هيحس بيها محمد هاني واحنا هنشعر بيها كذلك مع ايمن اشرف ومحمد هاني لما يرجعوا لمراكزهم الاصليه، هتلاقي في فرق مستوى واكيد هم استفادوا بخبرات هتفيدهم حتى في اللعب في هذا المركز الاساسي بتاعهم. طيب القوام الرئيسي لخط الدفاع في الفتره اللي فاتت من غير ما نتكلم عن الحالات الاستثنائيه، بنتكلم عن سعد سمير، محمد نجيب، نتكلم عن رامي ربيعه، يعني الاسماء طيب خلينا نسمع راي الكابتن سمير كمونه، واحد من المدافعين اصحاب الخبرات الكبيره والمشاركات المؤثره جدا مع النادي الاهلي ومع المنتخب الوطني الاول لكره القدم، فضلا عن تجربه اكثر من رائعه احترف من خلالها مع كايزر سلاوتن الالماني وقت ما كان الفريق هو بطل الدوري او متصدر المنافسات وبينافس على الالقاب في البونز ليجا او الدوري الالماني لكره القدم. كابتن سمير كمونه مساء الخير. بخير يا كابتن محمد، اهلا بيك وسعداء، الله يسلمك، ربنا يخليك وبالتوفيق. بشكرك يا كابتن سمير وبتسعدنا دايما بمشاركتك معانا، وضيفنا في الاستوديو طبعا النجم الكبير الكابتن محمود صالح. مساء الخير يا كابتن. كابتن محمود ازي سمير، ازي صحتك؟ وحشنا، ازي صحتك؟ الحمد لله كابتن، ربنا يكرمك موفق ان شاء الله. الله يخليك كابتن سمير. دايما الصداع في راس الوسط الرياضي والاعلام الرياضي وجماهير الرياضه في مصر، نتكلم بشكل عام مش النادي الاهلي بس، هو مستوى المدافعين في مصر، مستوى المساكين في الفتره دي، واحنا بنتكلم عن مستوى المنافسات بالنسبه للانديه وفي مقدمتها الاهلي في منافساتهم محليا وافريقيا ان شاء الله في الفتره الجايه، او لما بنتكلم عن خط دفاع المنتخب الوطني الاول واحنا بنستعد لنهائيات كاس العالم في روسيا. شايف ازاي مستوى الجيل ده من المدافعين في مصر، ورايك ايه في مستوى المدافعين في الدوري المصري وفي المنتخب بشكل عام؟ لا هو خلينا نبدا بالدوري المصري وناخدها خطوه خطوه، المنتخب واللعيبه المحترفين في المكان ده. طبعا المكان ده مكان حساس انت عارف محمد، ويمتلك يعني الانديه تمتلك عدد كبير من المحترفين اللي هم ظهروا في الصوره الفتره اللي فاتت زي صبري، لاعب انبي، وفي احمد ثاني للمقاصة من اللعيبه الكويسه، طبعا بالاضافه لكابتن علي جاب في الزمالك وفي وينت، وطبعا على راسهم طبعا كان حجازي في النادي الاهلي وخطيب وغرام وسعد، دلوقتي دخل شريف ايمن اشرف كظهير ايسر، وبعد كده بيلعب مساك كابتن حسام موظف وبيلعب في مكانين، ومحمد هاني نفس الكلام، احمد فتحي بعض الاحيان، موجود عدد كبير قوي من اللعيبه المميزه. لكن خلينا نتكلم على الفريد من نوعه، يعني الفريق اللي هو المميز قوي او اللي كان مميز قوي في الدوري المصري هو حجازي، راح وست بروميتش طبعا من فريق العجون امبارح، وطبعا زمله علي جبر طبعا في نفس النادي، نتمنى له التوفيق. دول الاثنين اللي هم اساسيين في منتخب مصر. هل تعتقد ان هم اللي هيكونوا الاساسيين يا كابتن سمير في الفتره الجايه وفي المباريات الرسميه في نهائيات كاس العالم، ولا تعتقد ان في احتمالات لدخول اي اسم تاني من المساكين في مصر انه ممكن ينافس وياخد مكان اسم من الاسمين دول، حجازي وجبر؟ لا، الاحتمالات وارده، والكوره فيها كل حاجه، لا قدر الله ممكن تلاقي اصابات، تلاقي لما بتتكلم عن الاثنين المميزين يا كابتن محمد، هو حجازي رقم واحد، وبعد كده يليه علي جبر، بعد كده يجي سعد سمير، بعد كده رامي ربيعه، احمد سامي، رامي صبري، كل اللعيبه دي اللي موجوده طبعا اللي ظاهره في الصوره او
يعني الناس كلها بتتكلم عليهم. وطبعا وفي محمود متولي النادي الاسماعيلي اللعيبه المميزه طبعا. لكن انا من وجهه نظري في المكان ده ممكن الكابتن محمود طبعا لو يبقى معانا في الصوره. هو الراجل كان نجم طبعا كمان في المكان دوت ولعب طويله في الاهلي منتخب. انا من وجهه نظري ان هو يعني حجازي وعلي جبر هما الاثنين دول الاقرب والاجهز وعندهم اطوال يعرفوا يتعاملوا مع الخصم كويس قوي فهم لعبوا كمان مع بعض كتير قوي. فانا من وجهه نظري ان هم الاثنين سواء في المنتخب او في النادي دلوقتي في الفتره دي مع بعض كمان وده هيخلي بينهم تفاهم اكتر في الملعب. ما هي دي ميزه ما انا كنت جاي لك في الكلام ان هي ميزه ان يبقى في تجانس ويبقى الربط ما بينهم عارفين حاطين بعض في النادي. والدوري الانجليزي طبعا الدوري الانجليزي انت عارف ان هو طبعا دوري قوي جدا ويقدروا ان هم يبقوا يعملوا توأم في المكان دوت. وانا شايف ان هم الاثنين دول انسب اثنين يعني بالاضافه طبعا لبقيه النجوم في مني في ارسنال محمد صلاح في ليفربول بنباركوا على الهدفين النهارده ونتمنى التوفيق من اللعيبه المميزين جدا اللي ممكن يكونوا اضافه طبعا لمنتخبنا الوطني في روسيا. محمد صلاح لعيب يعني فاز وفخر لينا كلنا فخر العرب بنقول له مبروك وان هو بيتصدر هدافين دوري الانجليزي مع هاري كين فدي طبعا ميزه لينا وكلنا بنتشرف بيه يعني. انما الاثنين مساكين زي ما حضرتك تفضلت واتكلمت هم اقرب اثنين يكونوا تشكيل اساسي لمنتخب مصر في روسيا هو علي جبر واحمد حجازي. حجازي بالظبط. بشكرك جدا على مشاركتك معنا كابتن سمير. كابتن سمير كمونه نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا شكرا جزيلا لك وان شاء الله نسعد بوجودك معنا قريبا في تغطيه من تغطياتنا على الهواء مباشره من خلال احد برامجنا على شاشه قناه الاهلي. كابتن محمود صالح تعليقك على اللي قاله الكابتن سمير كمونه وتقييمه لعدد من الاسماء الموجوده وقال ان الاقرب للوجود الا في حالات الاصابه لا قدر الله في منتخب مصر بصفه اساسيه في الفتره الجايه الثنائي حجازي وجبر. متفق معاه يعني بس انا اللي اتمناه الفتره اللي جايه يعني لازم التنافس ما فيش شك حتى التنافس مش بيرفع يعني بيخلي اللعيب حريص انه يحافظ على المستوى. اللعيب بطبيعه الطبيعه البشريه لو انت بتلعب في مكان او متواجد في اي عمل واي شغل مش في احساس ان في بديل قوي يقدر لو انت تهاونت شويه ان هو يقدر ياخد مكانك ممكن يعني يبقى في لا مبالاه او ما فيش اهتمام. انما في عناصر في لعيبه يعني بتكلم على من خبرات السنين الطويلة اللي لعبناها والفترة الطويلة يعني عشناها في الكورة مش كل لعيبة عندها اللي هو يعني أحيانا بيبقى فيه لاعب مفيش تنافس يعني مفيش حد بينافسه برغم ذلك بيكون حريص وبيهتم ومعنوياته دي في السنة وفي السماء وبيحاول يكون في أفضل حالاته. وفي لعيب طبيعة شخصيته ما بيوصلش الحالة دي غير ما بيكون يعني في تنافس يعني ودول ده معظم اللاعبين كده الحقيقة. فاللي انا بتمناه الفتره اللي جايه دي هو مفيش شك علي جابر واحمد حجازي في تفوق نسبي وعندهم فرص اكبر ان هم يكونوا يمثلوا مصر بشكل اساسي. بس انا اتمنى الفتره اللي جايه دي يبقى في تنافس اكتر. رامي ربيعه من الاسماء اللي شاركت على فترات مع منتخب مصر في الفتره اللي فاتت وسعد سمير في بعض التجارب كان موجود. رامي ربيعه اراء كتير جدا بتقول ان عنده المواصفات الفنيه والبدنيه للمدافع الدولي للاعب في المباريات الكبيره اللي فيها قوه والتحامات ومع فرق امكانياتها الفنيه وسرعاتها وامكانياتها البدنيه عاليه جدا. ولكن يعني دي تبقى ظروف بقى او قدر كل لاعب هو يعني بيفقد كثير من بريقه احيانا لكثره الاصابات او تكررها فبيبعد سواء عن الاهلي او المنتخب ويرجع. رايك ايه في فرص وجود رامي ربيعه في المنتخب او وجود فرصه لمشاركاته دوليا؟ هو في شك لعنه الاصابه دي عمليه صعبه جدا 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 بتعطل اللاعب فتره طويله ما بيلعبش حتى ما خلاص بيخلص التاهيل الرياضي بتاعه وبتدي يتمرن مع الفريق بيحتاج وقت وبتبقى فيه مشكله نفسيا من عند اللاعب بيبقى خايف على نفسه كمان وهو راجع من الاصابه. لا ده للاسف احيانا ما تكون اصابه صعبه شويه اللاعب بيحس انه مش هيلعب كوره تاني. كل اللعيبه اللي اصيبت يعني باصابات كبيره شويه بيبقى عندها الشعور ده انه مش هيلعب كوره تاني ودي مشكله كبيره الحقيقه. بياخد وقت عشان يقدر يوصل لمستواه الحقيقي فما فيش شك وللاسف رامي ربيعه يمكن حظه سيء بيتصاب كتير. انما انا وجهه نظري ان رامي ربيعه بالعكس لو لعب في الوسط في الارتكاز في الهاف المدافع وادى بشكل رائع لا هو هيكون افضل. انا شايف امكانياته تساعده لان هو مهاريا عالي عنده الجانب الدفاعي كويس عنده التصويب على المرمى يبقى في المتابعه الهجوميه قريب جدا
بيلعب في الهجمات برضه، الكرات العاليه بيجيب ضربات الراس. انا شايف ان هو نموذج للمركز ده، خصوصا كمان هل هو من اللاعبين ولا لا يا كابتن محمود اللي بيتقال عنه من عنده كوره، مش اللاعب اللي هو الهاف ديفندر الكلاسيكي اللي مجرد ما بيقطع الكوره بيسلمها لاقرب لاعب له، لا عنده القدرات على التمرير انه يعمل ثروهات كويسه انه يطلع يكمل في الهجوم، يعني الجانب المهاري عنده معقول جدا او مناسب جدا. زي في الفتره السابقه يعني يمكن برضه الذهن دلوقتي ذكرت لاعب مدحت عبد الهادي برضه لاعب الزمالك السابق والمنتخب المصري، كنت دايما شايفه يلعب في الحته دي، لو كان هيلعب في الحته دي كان هيبقى عالمي. عنده كل المقومات، كرة كويسة وسرعة وقوة ومهارة وتصويب وضربات رأس، لو ممكن يبقى هداف من خلال المكان ده. وده ما بتلاقي لاعب فيه كل المواصفات دي. أنا شايف المكان ده بقى أصعب مركز في الملعب، لأنه محتاج مواصفات، لأن يمكن كان زمان بيدافع بس بيلعب في الثلث الدفاعي والثلث الأوسط، دلوقتي لا لازم يلعب في المتابعة الهجومية ويلعب في الثلث الهجومي أيضا. فبقى المركز ده صعب جدا، لو لقيت لاعب يقدر يجيد اللعب في الثلاث تلت الدفاع وتلت الاوسط والتلت الهجومي ده بكفاءه، لا انا شايف رامي ربيعه هيبقى سوبر لو ان شاء الله بس يبدا يعني يستمر في هذا المركز. طيب هنتكلم بشكل عام عن دفاع النادي الاهلي. ارجع بقى من الحديث عن منتخب مصر للعناصر الاساسيه حتى لو غابت في بعض الاحيان الاصابه، محمد نجيب، رامي ربيعه، سعد سمير، مع الاسماء اللي بتشارك في المركز ده دلوقتي في صفه اساسيه زي ايمن اشرف، محمد هاني تجربه مختلفه يعني اعتقد بيعتمد عليه بصفه مؤقته في المركز ده، وطبعا الموقف او القرار النهائي هيكون للكابتن حسام البدري. هل مطمئنه على مستوى المدافعين هذا الجيل متوسط الاعمار امكانات الفنيه والبدنيه جاهزيتهم ومشاركتهم معدل الاصابات عندهم بشكل عام مطمئنه على دفاع الاهلي واحنا بنفكر في ارتباطات اكثر صعوبه زي البطوله الافريقيه، ولا محتاجين دعم لخط الدفاع تحديدا او مركز المساك تحديدا؟ هو استعداد اللعيبه المتواجده في الفتره الحاليه يقدروا، انا شايف وجهه نظري يقدروا يدوا مستوى افضل من كده. انا عايز المستوى يكون قريب، اذا كان علي جبر اساسي او اساسي في الفتره الماضيه هو واحمد حجازي، لازم انا برضو يكون عندي طموح وعندي هدف، انا لعيب النادي الاهلي وعندي ثقه في نفسي واحنا نادي كبير ونادي بطولات. مهم جدا هو يقرب يخش في التنافس. انا حتى لو انا اصبحت الان خلاص هو احمد حجازي بقى خارج النادي الاهلي وتم بيعه نهائيا، حتى لو الفتره ديت لا انا لازم الطموح بقى يعني زي ما قلت يزيد بقى، افرض نفسي على الجهاز الفني المنتخب اخليه يفكر ان انا قريب جدا لو احتاجني كمدافع من الاثنين الاساسيين، وعلى ابدا على الاقل بدايه اخليه يثق فيا، اوصل لمستوى الثقه ان الجهاز الفني المنتخب عنده ثقه ان انا ممكن اكون بديل في اي وقت لو جات الفرصه. عايز كل مدافع، حضرتك عايز كل مدافع من النادي الاهلي يلعب كل مباراه محليه او افريقيه كانه المدافع الاساسي في منتخب مصر. بص اللعيبه اللي استمرت في الكوره بشكل على مستوى عالي لحد ما بطلت بينزل الملعب تفكيره ان هو ده هو في اختبار، تمام؟ الناس دي ما تعرفوش. الفترات السابقه دي بتديله بترفع من مستواه بتديله ثقه في نفسه للعبة، بس انا النهارده في اختبار لازم اثبت للناس دي كلها ان انا لعيب جدير ان انا اساسي في النادي اساسي في المنتخب. ما ما ما, ما يتكلش بقى على الفترات السابقه ولقى الدنيا راحت منه. فدي نقطه مهمه. ال 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 النقطه اللي انا كنت قلتها من شويه كده من لحظات ان هو يعني ليه مهم الثقه؟ ليه انا ابقى بديل بس اوصل للثقه الجهاز الفني سواء في النادي او المنتخب؟ لان الفرصه هتيجي، مش لازم اللعيب ده يصاب. اللاعب ما بيبقاش في الفورمه الرياضيه طول الموسم الرياضي سواء على مستوى بقى ماتشات دوليه او ماتشات محليه، في ده علميا يعني انه ممكن يبعد الكيرف بيتغير احيانا بالظبط. انا يعني مثلا هبقى مثلا هستمر لمده شهر اختلاف يعني في لعيب بيقعد شهرين ثلاثه في مستوى عالي وفي لعيب يقعد شهر ومستوى انخفض اسبوع، يبقى انا طالما عندي الجهاز الفني في النادي والمنتخب عنده ان اوصل لمرحله الثقه دي، يبقى انا حتى لو اللعيب الاساسي ده سليم بس هو مش في التوب فورم بتاعه يبقى انا هاخد فرصه اللعب. انما طول ما انت مش واخد ثقه الجهاز الفني عمرك ما هتلعب. لا وممكن حتى الجهاز الفني يحتاج اللاعب سواء الجهاز الفني كابتن بدري والجهاز الفني الاهلي او مستر كوبر والجهاز الفني المنتخب مصر، يحتاج لاعب بصفه اساسيه في وقت من الاوقات ويلاقيه مش جاهز، هو ما كانش محفز نفسه في التدريبات فوقت ما احتاجوه يلاقوه بعيد جدا سواء حتى الاهلي حتى ليه هو حتى ليه هو يعني انا مريت بتجربه شخصيه، يمكن في موسم 88 كان في فايسا والمدرب الماني وانا كنت بعيد خالص عن اللعب خالص، الراجل مش عايزني خالص، انما انا كنت بقدم بشكل كويس وحصلت ظروف كده يعني في التمرين واصيب حماده صدري فالفرصه جت تمام بس انا كنت جاهز لها
كنت بتتمرن كويس قوي جدا يعني. انا ما بحبش اللعيب يقول لك اصل انا ما بلعبش ونفسيتي تعبانه فعادي بقى اتمرن خفيف يعني، اصل المدرب ما بيثقش فيا وانا معذور، لا مفيش حاجه الكلام ده. انت تقاتل سواء بتلعب اساسي او احتياطي، الفرصه هتجيلك بس الفرصه ما تيجي تكون جاهز لها. فانا كنت جاهز للفرصه، يعني لما ابتديت كنت كويس وبقيت العب اساسي. مثال اهو لما ايمن اشرف جات له الفرصه بالزبط. كان جاهز وكان على بالزبط. مستوى الاداء المطلوب منه بالظبط بالظبط. طيب كابتن محمود، رايك ايه في جماهيريه النادي الاهلي، في شعبيه النادي الاهلي اللي دلوقتي بنشوفها في اي حفل او مناسبه او حدث رياضي بنشوفه، زي مباراه السوبر في الامارات، زي مباراه اعتزال النجم فؤاد انور بين الاهلي والشباب في السعوديه، شايف ازاي الحفاوه وحجم جماهيريه وحب الناس والتفافهم حول النادي الاهلي في اي مكان؟ في شك راس مال النادي الاهلي هي جماهيره، يعني الجماهير دي اتعملت من 111 سنه دلوقتي تقريبا. النادي الاهلي ببطولاته، اسمه الكبير، صداره في على المستوى المحلي، صداره على المستوى الافريقي، نادي القرن الافريقي، شعبيته الجريفه المتواجده في كل مكان سواء في الداخل او الجاليات المصريه الموجوده في الدول العربيه كلها، اسمه الكبير المتواجد على المستوى الافريقي، مفيش شك يعني. انا مش عارف اقول لك، انا برضو انت حتى ما بتخش اي مطار في الدول العربيه او في الدول الافريقيه، يعني المتواجدين العاملين اللي هم الاجانب، يعني اي دوله سواء عربيه او دوله افريقيه، لا تتخيل يعني داخل عليهم لعيبه النادي الاهلي ودول بيمثلوا النادي الاهلي وده فريق النادي الاهلي. شوف يعني مدى مهرجان بيحصل، مدى الاحترام يعني. الحقيقه حتى يعني دول ما يعني مش مشجعين النادي الاهلي، بس اسم النادي الاهلي كبير حقيقه، وده احنا يعني بيجعلنا نفتخر بانتمائنا للنادي الاهلي. كنتوا بتشوفوا ده وقت ما كنت لسه لاعب سواء في المنتخب او في الاهلي كابتن محمود، في كل ارتباطاتكم في افريقيا في المنطقه العربيه، حتى لو في منافسات وجمهور اي دوله او اي نادي بيشجع الفريق المنافس، بس كنتوا بتلاقوا اهتمام اعلامي كبير بيكوا والجماهير ملتفه؟ حتى كنا دايما نتكلم عن الجماهير حوالين فندق اقامه النادي الاهلي في اي بلد في افريقيا، دايما في ده. بس طبعا مفيش شك هي زادت دلوقتي. اسم النادي الاهلي كبر نتيجه برضو تركيز وسائل الاعلام وانتشار وسائل الاعلام. النادي الاهلي بيلعب في اي مكان في افريقيا، افريقيا كلها بتتفرج عليه، العالم كله بيتفرج عليه. فده ما كانش متوفر طبعا في الفترات اللي احنا كنا بنلعب فيها. اسامي لعيبه النادي الاهلي كلها محفوظه الحقيقه، ده غير حجم البطولات في ال 20 سنه اللي فاتت. طبعا طبعا النهارده اللاعب اللي بيلعب فتره بسيطه، بص رمضان صبحي اول موسم لعب فيه احترف في اكبر دوري في العالم، ده ما كانش موجود. يمكن كان في لعيبه اكثر تفوقا يعني واسامي كبيره جدا، انما الرؤيه مش متشافين، مش شايفين خالص يعني. انا لسه شايف منشط كده على الكابتن محمود الخطيب، انه صرح يعني لو انه منشط يعني ان لو طلبوا 1,000,000 جنيه انا هلعب للنادي الاهلي. تخيل يعني، بص يعني تصريح قديم يعني، هو مليون جنيه رقم دخل خرافي، 1,000,000 جنيه ده كان رقم خرافي، كان الارقام كانت مختلفه خالص. طبعا مفيش شك، لا طبعا الاسم طبعا، وسائل الاعلام والتركيز الاعلامي دلوقتي على اسم النادي الاهلي، وزي ما قلنا النادي الاهلي بيلعب في اي مكان في العالم، العالم كله بيتفرج عليه. وحتى الحمد لله اللعيبه المحترفين ما تلعب تزيد، اللي بتنتمي للنادي الاهلي، احمد حجازي، رمضان صبحي وغيرهم، وتريزيجيه في الدوري الاوروبي، مفيش شك دي هترفع من اسم النادي الاهلي، مفيش شك يعني. وبتخلي كمان المراقبين وسمسره اللاعبين وكلاء اللاعبين وكل بورصات الاحتراف بتركز اكتر طبعاً. كل ما بنطلع عناصر بتنجح في تجاربها في اوروبا بيخلوا العين تركز اكتر مع النادي الاهلي. السوق هيختلف في صالح النادي الاهلي، وانا متخيل النادي الاهلي ده هيبقى فيه استثمار غير طبيعي يعني، نتيجه اللاعبين وبيع اللاعبين للخارج والانديه الاوروبيه. احنا الاعارات الست شهور القيمه تقرب من 70 مليون يعني 67 مليون جنيه 68 مليون، نتكلم عن 3,650,000 دولار بالزبط. قيمه المجموعه اللي خرجت على سبيل الاعاره الفتره دي حتى ست شهور اللي حتى عنها. على مستوى بطولات افريقيا النهارده انت ممكن توصل الصوره قدامنا كمان واحنا بنسمعك كابتن محمود، استقبال الكابتن الخطيب على هامش هذه المباراه او في افتتاح هذه المباراه الخاصة باعتزال نجم الكرة السعودية الكابتن فؤاد أنور، شفنا قد إيه الحفاوة من المسؤولين في نادي الشباب وفي أوساط كرة القدم والرياضة السعودية، الحفاوة الجماهيرية، الحفاوة الإعلامية والاهتمام والتركيز الإعلامي من المسؤولين كمان وأشقائنا في السعودية، شايفين قد إيه في حجم الاحترام والتقدير والحب الكبير لهذا النادي العريق ولاعبيه وجهازه الفني والمسؤولين في مجلس إدارته طبعا بقيادة الكابتن الخطيب. في شك بمكانة الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي الأهلي، دي قيمة كبيرة جدا، بالإضافة طبعا لشعبيته وجماهيريته، دي بتدي له قيمة أكبر يعني. ما فيش شك، بص حتى سيادة
معالي الوزير المؤسسه الرياضيه السعوديه تركي آل الشيخ. الحقيقه بص مستشار تركي آل الشيخ بص حضرتك مقابلته لعيبه النادي الاهلي، بص الابتسامه والحب يعني احترامه لقيمه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي. والنجم فؤاد انور وهو طبعا بيصافح الكابتن محمود الخطيب ويقبله وسعيد بوجوده وحضوره مع نجوم النادي الاهلي لهذا انا شفت المباراه ما شفتهاش على الهواء الحقيقه، شفت جزء منها مسجل. انا فوجئت بالجماهير بصراحه يعني ملى الاستاد الحقيقه، ودي حاجه يعني مش بعيده عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشرف طبعا في اي مكان واي مجال واي حافل بيشترك فيها، حتى على مستوى الماتشات الوديه، مستوى الرسمي وعلى البطولات. يعني دايما عامل من عوامل او معايير نجاح اي حدث مشاركه الاهلي فيه، مفيش شك. هنتوقف مع هذا التقرير. احنا كنا في بطوله في اسف قطعت لا مفيش حاجه اتفضل. اللي كنا في بطوله في بطوله كان عاملها ناجحه نادي الصيد الحقيقه، هم كانوا حريصين جدا اللي هم هو ال 10 سنين و11 سنه و12 سنه يلعبوا بالبطوله الاهلي يبقى مشارك. موجود الاسماعيلي، موجود الزمالك، انديه كبيره، وموجود اكتر من نادي الحقيقه كبير، وكان مهم جدا لقاء طبعا النادي الاهلي في الشك بيبقى اضافه لكل بطوله بالشرق. اكيد مشاهدينا هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعود لاستكمال الحوار. دائما ما تقدم جماهير الأهلي مثالا يحتذى به لنظرائهم في جميع الأندية من خلال دورها الواضح بتدعيم لاعب الفريق الأحمر في جميع البطولات التي يشارك فيها، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي وكذلك العالمي. جماهير الأهلي بشهادة اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس الإدارات، هم اللاعب رقم واحد والحافز الأكبر لجميع عناصر المنظومة، وذلك من أجل تقديم أفضل ما لديها واستحضار روح الفانلة الحمراء التي دائما ما تكون السبب الأول في اقتناص البطولات وتحقيق الانتصارات. لا يذكر التاريخ الأحمر تقاعسا من الجماهير في دعم فريقها في جميع الألعاب وعلى مستوى جميع الأعمار السنية، حتى أصبحت تلك الجماهير أيقونة يشهد لها الجميع، تمثل رعبا لجميع المنافسين الذين يواجهون الأهلي. أنصار الأهلي بالملايين في جميع البلدان العربية، هو ما ظهر في مباراة الأهلي ومنتخب محترف السعودية التي شهدت حضور الآلاف من جماهير الأهلي لتملأ أرجاء الملعب، على الرغم من كونها مباراة ودية، إلا أن الجماهير أصبحت لا تفرق بين مباراة رسمية أو حبية، لأن هدفها الأساسي هو تدعيم الفريق ونصرته في كل الملاعب وكل البلدان. إدارة الأهلي تحارب من أجل عودة الجماهير بالتنسيق مع هيئات الدولة المختلفة، لقناعتها بأن عودة الجماهير هي خير ضمانة لاستمرار الفريق الأحمر بأمجاده الكروية، من خلال الاحتفاظ بالبطولات المحلية واسترجاع البطولة الإفريقية والغائبة عن دولاب بطولات الأهلي، وأخيرا العودة من جديد لكأس العالم للأندية. هو الأمر الذي يعد الهدف الأكبر للإدارة الحمراء في الوقت الحالي. جماهير الأهلي لها مفعول السحر وراء تألق الفريق، هي السند الدائم للأحمر وللاعبيه في كل المناسبات والمواجهات والتي تقام في مصر وخارجها، فتحية تقدير لجماهير المارد الأحمر في كل مكان.
شفنا مع حضراتكم التقرير وشفنا الحفاوة البالغة في استقبال النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب في المملكة العربية السعودية في احتفال بتكريم وتقدير ونهاية مشواره في الملاعب نجم الكرة السعودية الكابتن فؤاد أنور وإقامة هذه المباراة الودية بين الأهلي المصري والشباب السعودي. هنكمل حوارنا مع نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا الكابتن محمود صالح. كابتن محمود، كنا بنتكلم واحنا بنتابع التقرير عن تواصل الأجيال والخبرات اللي بتتراكم عند اللاعب، وحضرتك يعني من ثواني كنا بنتكلم قلت أنا حتى اكتسبت مهارات وتعلمت حاجات ما كنتش ببقى مدرك أني بتعلمها. ده من زملتي للاعبين أكبر مني أو أكثر خبرة، ولاعبين دخلوا عليا وأنا مدافع الفريق أصغر منك وأقل منك خبرة. تواصل الأجيال ده واللاعبين اللي بتكمل بعض، شايف ده أهميته إيه في فريق زي الأهلي دايما عايز يحصد البطولات؟ أكيد، يعني أنا جيلنا إحنا اللي لعب في الفترة ديت ابتدى يلعب، يعني قول أحمد شوبير، ربيع ياسين، حسام البدري، طار كان أقل مننا بس لعب، طار أبو زيد لعب قبلنا، وعلاء ميهوب، زكريا ناصف، اسف ان انا كنا بعد كده جه حشيش وضيه وسام عرابي. احنا كنا محظوظين الحقيقه، يعني لان الجيل، انا مش يعني بتكلم بصدق يعني ما بجاملش الجيل ده، الجيل كان عظيم الحقيقه. اولا كان ليهم يعني حب وعشق واخلاص للنادي الاهلي يعني 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 بلا حدود الحقيقه، برغم ان المكاسب الشخصيه زمان ما كانتش موجوده، كانت اقل كتير لا تقارن بدلوقتي. مفيش انا لعبت في 81 كان عقد، ما كانش فيها عقود احتراف، انما عقدك في يعني زي مرتب كده بتاخده كان 80 جنيه. عشان تاخد 100 جنيه بص تزيد 20 جنيه بس لازم تلعب 8 ماتشات، ودي كانت صعبه، انت بتبدا حياتك. لدرجه انا جيت فتره وانا في الفتره دي كان في اصابه بسيطه كده انا ما رضيتش اعلنها، لان هبعد، لان انا عايز اخد ال 100 جنيه بقى، كفايه 80 جنيه، عايز ازيد ال 20 جنيه دي، واخد بالك؟ فالامور ماديا كانت مختلفه خالص، فكانت اقرب لفكره الهوايه وحب اللعبه وحب بالزبط. النادي، انما المكاسب الماديه دي مش موجوده خالص نهائي. نهائي. برغم كده الالتزام الحقيقه والروح والقتال والشخصيات القياديه بقى. يعني انت بتلعب كابتن اكرامي، كابتن ثابت الله يرحمه، الله يرحمه، كوتش وراك النهارده، بلعب جنبي مثلا في بدايتي كابتن مرة امام وكابتن مثلا مصطفى يونس، ايه ده؟ وهنا مثلا موجود الكابتن مختار، خايف تغلط بدايه الماتشات بقى، خايف تغلط بلعب جنب سنين كبار، حياتي كابتن مصطفى برضه يعني ربنا يديله الصحه ويشفيه ويعافيه، وكابتن الخطيب قدامه، وكابتن مصطفى عبده، وكابتن النادي، وكابتن منتخب مصر، ايه ده؟ ايه ده؟ فاحنا كنا جيل محظوظ، عشان كده العوامل دي على فكره خلتنا نثبت وجودنا بسرعه ونتفوق بسرعه، وفي فتره قليله جدا بين اساسيين في الفرقه. بس يقولوا ان دايما، ما مدى صحه الكلام ده، ان دايما من مميزات فريق الكوره في النادي الاهلي قدرته على انه يحتوي اي لاعب او وافد جديد عليه، وانه يدخله مع الفرقه ويقربه منها ويكتسب خبرات عشان يقدر يعمل تيم ورك مع النجوم اللي حواليه. برافو عليك، النقطه دي كنت هقولها، يعني برغم ان شخصيات بيمثلوا ليك نموذج الحقيقه، ونقف واجتماعات ايه ده؟ ايه الناس دي؟ يعني حاجه يعني ان شاء الله تكون مستمره، يعني اكيد مستمره لغايه دلوقتي في النادي الاهلي. انما النقطه اللي حضرتك قلتها دي في غايه الاهميه، اللي يعني انا مثلا في اوقات كنت مثلا العب مثلا لظروف مثلا الكابتن مصطفى يونس مثلا مصاب او حاجه في بدايه حياتي وابتديت العب، قمه التشجيع ليا وقمه الدعم معنويا، ايه ده؟ ايه ده؟ حتى لو في خطا او حاجه ما فيش اللعيب بقى يعني تسمع يعني عاملك بطريقه وحشه او لا، بالعكس كلهم ايه ده، الناس كلها عايزه تساعدك، الناس كلها حباك، الناس كلها، وفي النهايه ده مش ليك انت شخصيا، هو حابب المكان فعايز المكان ينجح، فلازم يساعد الناس كلها. الحقيقه دي نقطه. النقطه بقى الثانيه اللي انا للاسف كنت هنساها بس الحمد لله افتكرتها، القيادات اللي موجوده. انا طلعنا موجود كابتن حسن حمدي، ايه ده؟ كان مدير كوره، ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ايه ده حب النادي؟ وايه ده؟ والاداره ازاي يعني ايه ده؟ الشخصيات دي؟ يعني مجال ومناخ الصلاحيات، يعني ان مجلس الاداره بيكلف ويضع ثقته في مدير كوره مديله صلاحيات، مدير فني عنده الصلاحيات، مفيش تدخل في الاختصاصات او تدخل فيها. لا لا خالص خالص خالص. انا بكلمك كمان حتى مش على الفريق الاول، حتى على الناشئين، الناس بيدوا نموذج. يعني الكابتن مصطفى حسين ده مثلا شغال مثلا بيدرب الفرقه كلها، معاه اثنين مدربين مثلا، قاعد في النادي 12 ساعه 15 ساعه مقيم في النادي. اه يعني فعلا انا مش عايز انقد، بس النهارده وانا اعتبر انا من ضمن اعتبر نفسي منهم الاجيال الجديده، بمرن ساعتين وبمشي، لا لازم متواجده في النادي. الله يرحمه عم جمعه سرحان ده كان اداري،
اداري لكل الجهات لكل الفرق انت متخيل. وكان مفيش بقى بيكتب على الكمبيوتر بيكتب بايده ورقه وقلم اداري لكل الفرق الموجوده في النادي يجي 9 الصبح يمشي 10 بالليل مثلا. فاحنا كنا محظوظين الاجيال دي الحقيقه كانت اجيال مخلصه ولسه منتمين للكيان ده ولسه مرتبطين بيه يا كابتن محمود طبعا بتفضلوا جزء من عيله يعني الاهلي الكبير. تواصل الاجيال زي ما حضرتك قلت اللي بيتولى المسؤوليه وزي ما حضرتك قلت برضو الاختيار القيادات فيها توفيق الحمد لله. وفي ميزه ثانيه تقال دايما عن النادي الاهلي انه بيعرف ولاده الحقيقيين المحبين للنادي المنتمين له اللي حافظوا على شكله وقواعده ومبادئه ما بيخرجوش من النادي ابدا بيفضلوا طول عمرهم ولو على فترات مرتبطين بمهام عمل ومسؤوليات بتلقى عليهم في النادي. دايما بنشوف خلاص الوجوه دي ملتزمه حافظت على تاريخ النادي ده ومبادئه واتسمت وتلونت بلون النادي الاهلي فعلا يعني شكلا وموضوعا بيفضلوا على طول لاخر يوم في عمرهم مرتبطين بالنادي ده وعندهم شغل وعندهم مهام بيقوموا بيها جوه النادي ده. وده حرص المسؤولين في النادي الاهلي على مدار الاجيال المتعاقبه كله وانه يستفيد بطاقات كل المحبين طبعا. وطبعا في اجيال ثانيه احنا ما عصرناهاش انما في ناس تقول لك مثلا على كابتن مختار التتش ده يعني كان حاجه يعني الكابتن الله يرحمه الكابتن صلاح سليم يعني هو نفسه يقول لك انا اتعلمت منه. يعني في عناصر انا كمال بيحافظ ده كان شخصيه برضه محترمه حاجه جميلة. لا لو اتكلمنا عن وجوه ورموز النادي الاهلي المضيئه يعني هنحتاج 10 ساعات دلوقتي عشان نبدا نذكر خبرات هذه الكوادر اللي اضافت كتير لمسيره النادي الاهلي وكانت جزء من هذا البناء الرائع يعني. في النهايه انا بشكرك على وجودك معانا النهارده نجم الكره المصريه ونجم النادي الاهلي ومدافع منتخب مصر والنادي الاهلي سابقا كابتن محمود صالح. اسعدتنا بوجودك معانا وبشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمد. انا سعيد محمد وسعيد ان تواجدت معاك ومش عايز اشكر فيك بقى يا لا لا ربنا يخليك لا ربنا يخليك بس كابتن محمد انت حضرتك اضافه للقناه ومفيش شك يعني كل التوفيق ليك من ذوق حضرتك من ذوق حضرتك كابتن محمود وسعيد جدا بوجودك معانا النهارده. بشكرك وفقراتنا مستمره وحواراتنا مع ضيوفنا مستمره. نشكر الكابتن محمود صالح وفاصل ونعود وبعد قليل نبدا في حوار اخر مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت وملفات رياضيه لا تنتهي تتعلق بالنادي الاهلي وبالوسط الرياضي والكروي بشكل عام في مصر. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه لسه معاكم والاهلي في كل مكان واصداء هذه المشاركات للاهلي عربيا وافريقيا ودوليا وحجم الحفاوه التي نجدها في كل مشاركات الاهلي خارج مصر في اي حدث رياضي او كروي عربي او افريقي او دولي فضلا عن قضايا كثيره جدا نتحدث عنها مشكلات موجوده في الوسط الاعلامي الرياضي والوسط الكروي الرياضي كيف نتجاوزها كيف نحقق الافضل والتاثير الافضل على الجماهير وعلى محبي الانديه المصريه وفي مقدمتها النادي الاهلي. عوده الجماهير كيف تتحقق وما هي المعايير الموضوعه او المطلوبه الالتزام ايضا مطلوب الالتزام بها في الفتره القادمه عشان نوصل لافضل نتائج تودينا او توصلنا باسرع طريق ممكن لعوائد افضل ارباح افضل استثمار رياضي اكبر حضور جماهيري واستمتاع اكثر بالمناسبات وبالمباريات وكل ما يتعلق بالبطولات الرياضيه وبطولات كره القدم على وجه التحديد. اسمحوا لي ارحب بضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع الاستاذ عصام شلتوت. مساء الخير يا استاذ عصام واهلا بحضرتك. ربنا يخليك استاذ محمد منور وطبعا يعني بنورك يا استاذ عصام ربنا يخليك في بيتك قناه النادي الاهلي قناه كل الاهلاويه فعلا البيت الكبير يا رب دايما كالعاده تبقى متالق ربنا يخليك بوجودكم معانا يا استاذ عصام جمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو ده الباور الحقيقي زي ما الكابتن محمود الخطيب دايما بيقول وكابر عن كابر مش بس الكابتن ربنا يديله الصحه لكن الكل يؤكد ان هذا هو راس مال النادي الاهلي. بشكرك يا استاذ عصام ودايما يعني من نجاح الى نجاح النادي الاهلي النادي والقناه وفريق الكره وكل الكوادر الموجوده في النادي الاهلي اداريا ورياضيا بوجود كل المحبين زي الكابتن عصام كل المحبين لهذا الكيان العريق النادي الاهلي بتاريخه وبطولاته وانجازاته واكيد حضرتك تعلم طبعا وحضرتك واحد من المحبين لهذا الكيان والداعمين له ان الكل ما يقدرش يتاخر عن النادي الاهلي او عن قناه النادي الاهلي في اي وقت وانه بيسعدنا جميعا المشاركه يعني شوف يعني في صوره
عبقرية يعني. يا ريت الزملاء لو جابوها لنا. اليوم الذي التقى فيه رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة مع السيد اللواء رئيس الهيئة الهندسية وكيانين كبيرين في المحروسة العظيمة جنبا إلى جنب، علم مصر وراية النادي الأهلي وكابتن خطيب وسيادة اللواء قاعدين. الحقيقة هي دي كبارة مصر، هي دي الحالة اللي بنقول عليها قوتنا الناعمة. وعشان كده مع الأشقاء للأهلي، وأنا مصر على مصطلح النسخة الأصلية لأنه هناك أهلي في كل مكان في الوطن العربي. قدامنا اللقاء على الشاشة اللي حضرتك بتتكلم عنه بالظبط. لما تشوف بقى القعدة البروتوكولية يعني لما جلس الرجلان معا هتلاقي فعلا علامتين كبار قوي، علامتين كبار قوي. طبعا علم مصر في كل الأحوال جنبا إلى جنب مع واحدة من الرايات الأكثر أهمية، هرم من أهرامات الوطن العربي الرياضية. والدليل أن النسخة الأصلية لأكثر من ربما كام يا شباب 14-15 أهلي، يعني في دولة واحدة هي نصنا الثاني السودان الشقيق يوجد 3 أو 4 أهلي كمان، مش بس أهلي واحد. هنا مكمن الحكاية أو من هنا بدأت الحكاية، وبالتالي هي دي الصورة. وبالتالي وبروتوكول تم توقيعه واتفاق تم طبعاً للتعاون بين الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وبين مجلس اداره النادي الاهلي والتوقيع عملنا على الانجاز لانه من الاهم ان تكون متسق مع ذاتك. وبالتالي انت لست بقبل عمليه تجاريه بحته، يعني انت مش بتبحث عن مقاول وخلاص. والدليل انها من المرات القليله التي ياتي مجلس اداره في النادي الاهلي، قد تكون متكرره لكن عموما بجدول زمني لبرنامجه الانتخابي. يعني الناس فعلا اذا كان هناك ما هو ابهار مع اعلان كابتن محمود الخطيب وقائمته عن برنامجهم الانتخابي، كانت الدلاله التي ابهرت الجميع هي الوقت والتوقيتات. ان انت تقول في خلال 3 شهور سيكون هناك 1 2 3، في خلال سنة 1 4 5 6، عامين يكون كذا وكذا وكذا. هذه هي عادة النادي الأهلي التي نقل عنها الجميع من النسخة الأصلية ما يمكن أن يكون طموح. وبالتالي نتج شراكة المحبين بقى، لما تشوف هذا النهم في الحب والإخلاص مشاركة مع الأشقاء في السعودية وأيضا مع مشروع القرن أو الحلم الأهلاوي العربي المصري، هتلاقي فكرة المدينة الترفيهية وضمنها استاد النادي الأهلي برأس مال عربي 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 عربي، يعني عربي سعودي عربي إماراتي عربي مصري. وبالتالي هذا هو الأهلي دائما ما يقود. محدش يا جماعة ياخد الكلام ده ويشعر انه ده لانه الناس عايزه تقول عن النادي الاهلي، النادي الاهلي اتقال عنه وهيتقال عنه وبيتقال عنه وهتفضل الحكايه يعني جزيره الحمر هتفضل زي ما هي كده. ولكن هذا هو الجديد، الجديد ان تستثمر عربيا، الجديد ان مصانع الرياضه وفي القلب منها صناعه كره القدم تكون بايدي عامله وراس مال عربي هذه المره. اضف الى ذلك حاله حب بقى بين الشركاء، طب عايز نجاح بعد كده ايه؟ وكلنا شفنا مباراة فؤاد أنور واحد من ألمع النجوم العرب السعوديين طبعا، وكيف كانت الاستثمار بقى. بمعنى خلي بالك الأشقاء في السعودية من قرابة العام الدولة امتلكت إرادة، هم ماشيين في احتراف الحقيقة يقترب من النموذجية، خلينا ندي الناس حقها. ومن ثم بات ملحا عليهم انه الدول الكبرى التي تنهل من البترول أكيد هتبقى السلاح ده خلاص قرشت ملحته بالبلد. ومن ثم هناك قرار سعودي معلن أن كرة القدم صناعة حقيقية يمكنها أن تحقق عوائد لعموم المملكة واقتصادها. هذا هو ما نطالب به أن يكون موجود على أرض الواقع في مصر، وهذا هو ما يدفع الأهلي هذا الاهتمام الكبير بتطوير دوري المحترفين السعودي. وبالتالي على مدار تطوير دوري المحترفين الآن الذكاء والاحترافية حولت الدولار لجنيه مصري واحد، بمعنى أن تستبدل الفئة الثالثة من الكولومبيين والبرازيليين والأرجوانيين وزي ما أنت عايز تقول قول من كل الجنسيات بالنجم المصري.
النجم المصري الدولار عنده بجنيه، اذا دفعت 30 مليون جنيه لنجم مصري كان يمكن ان تدفع 10 مليون دولار، اضربهم بالعملة السعودية او اي عملة هتلاقي هناك فرق قبل الفلوس كمان المستوى. ثانيا انت اعددت اول حالة احترافية، جماهير عربية مصرية، جاليات عربية اخرى تحب كرتنا المصرية، حدث ولا حرج، ومن ثم تمتلئ الملاعب السعودية باحترافية وحب وعمل مشترك. هل كلام حضرتك معناه انك تتوقع التوسع في تجربة انتقال لاعبين وبورصة الاحتراف والتبادل في مجال كرة القدم بين مصر والسعودية على نطاق اوسع؟ عندما تجد قوتين عربيتين، مصر والسعودية، السعودية ومصر، حطهم في الخلاط، ستجد نفس مفاهيم الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي نتج عنه ان اللاعب من الاتحاد الاوروبي لا يمكن اعطائه رخصة زي اللاعبين وافدين من دول اخرى خارج نطاق الاتحاد الاوروبي، صح ولا لا؟ انا عارف ان حضرتك عارف، احنا بنقول لجمهورنا وبنأكدها انا وحضرتك، وبالتالي هيرفع يعني ما هو حواجز حدودية وجمركية وكذا، ما هي صناعة بقى. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك الاشقاء نبهاء، هيستثمروا كل مواطنو الدول كما يحدث في الدوري الانجليزي. انت في الدوري الانجليزي من كل بستان زهرة، ومن ثم اي جاليات موجودة، بالاضافة لانه كل العالم بقى بيتفرج عليه عبر البث المباشر. شوف نتاج ده، حضور جماهيري وتصوير مباريات قد ايه وايرادات فلوس وكذا. العجلة مش هتدور هنا الا لما الاهلي بيروح مدور مارش، كان الاهلي دائما سباق. ويا جماعه كلامك مهم يا استاذ عصام، وبيطرح تساؤل، لو كان بالحسابات الماليه، لان حضرتك قلت بتسبقها الحسابات الفنيه دايما يا جماعه، الحسابات الماليه، الريال مقابل الجنيه، الدولار مقابل الجنيه، قد تميل الى بورصه انتقال او في اتجاه انتقال لاعب مصري الى الدوري السعودي. لانه الاهلي ولكن فنية. ولكن هل ممكن نلاقي وسط هذه التجربه التبادليه الاحترافيه بين مصر والسعوديه لاعب سعودي مميز يدخل فريق مصري بطل زي النادي الاهلي ويشارك في البطولات؟ اعتقد انه دي الصفحه الثانيه في الملف اللي بيتولاه المستشار تركي آل الشيخ، الا وهو ملف تعميم الصناعة، صناعة الرياضة، لكن في القلب منها مصنع كرة القدم العربي. أعتقد أن دي يعني الملزمة الثانية في الملف، أن يكون اللاعب السعودي مستعد أيضا لخوض تجربة احترافية يظهر فيها في بلدان شقيقة. طبعا هتبدأ بمصر المحروسة اللي كلنا بنشوف حتى أشقائنا بقى في القارة السمراء من غير العرب، عرب الشمال، هو أصلا بيقولك لا سأذهب إلى النادي الأهلي أو نادي الزمالك طبعا، وكذا بقى بترتيب الشعبية، لأنها معبري إلى أوروبا في الحد الأدنى، معبري إلى احتراف. أنا بتمنى أنه يدوم الحقيقة في الخليج، وفي القلب منه السعودية والإمارات الحقيقة، محققين المعادلة الصعبة، ومن ثم أنت الترانزيت، أنت منطقة تصدير اللاعبين، أنت منطقة التجارة الحرة. ليه؟ عندك مناجم المواهب، لاعبين فئة أولى، بينما المستورد هناك طبعا في خلال التكوين كان الإخوة في الخليج سباقين بنجوم، بس كانوا يجيبوه كبير في السن لأنه المقام العالي بتاعه ريفيلينو في أواخر السبعينات في السعودية لجذب الانتباه نحو كرة القدم. لا الحقيقة الناس شغالة على الملف ده كويس، ومن حسن الطالع أنهم يروا في الشراكة مع النادي الأهلي ما يضمن نجاح 100% لهذا الملف، منظومة التسويق لهذا طبعا الملف. طبعا ليه؟ أنت معاك منتج جاهز للتسويق يا سيدي الفاضل، ومعاك شريك هو الأهم في المنطقة، وهو أيضا ضمن المنظومة العالمية عنده رقم في المعادلة. نعم. وإحنا بنتكلم بالأرقام مش بالحب اللي عامي عينينا، بنتكلم بالحقائق. نعم. بالظبط. وبالتالي هذه التجربة إذا كتب لها النجاح، الملف زي ما قلت قبل كده مهم جدا، لأنه ليس بين الأهلي ونظراءه فقط، لكن بين مصر والسعودية، دولتين بالمشاركة مع الإمارات وباقي طبعا دولنا العربية، هم الذين يتولوا الآن كل ما هو دفاع عن الوطن بقى في كل مناحي الحياة كمان، فما بالك لما تدورها من كل النواحي، سياسة ورياضة، وتستخدم قوتك الناعمة. نعم. قبل ما ننتقل مع حضرتك متابعة هذا التقرير، وهيكون فيه تصريحات للكابتن حسام البدري والوليد أزارو نجم ومهاجم الفريق الأول في النادي الأهلي عن الحضور الجماهيري والمشاركات العربية للنادي الأهلي وحجم الاستقبال والحفاوة، هرجع لحاجة قالها الأستاذ عصام شلتوت في بداية هذا الحوار،
أشار لهذا البروتوكول وهذا الاتفاق وما تم توقيعه من تفاصيل خاصة ببروتوكول تعاون بين مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤولين في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مدى جدية مجلس الإدارة الحالي، وده بيعكس اهتمام الكابتن محمود الخطيب والقائمة ومجلس الإدارة الحالي بإنجاز المشروعات والالتزام والوفاء بالوعود الانتخابية على أكمل وجه ووفقا للبرامج الزمنية اللي أعلن عنها خلال فترة الانتخابات والسباق الانتخابي لمجلس إدارة النادي الأهلي، وده سبب من أسباب اختيار أسرع المؤسسات في الإنجاز الخاص بالمشروعات ومشروعات طبعا المقاولات والإنشاءات إلى آخره، الجهة اللي معروف أنها الأكثر التزاما وعندها أكبر إمكانات موجودة للالتزام بالبرامج الزمنية والمالية وكل التفاصيل الخاصة بالاتفاقات. رأي حضرتك إيه في أهمية التزام المجلس بهذه الوعود على كافة المستويات؟ أعتقد أنه منذ أن أطلق صيحة الموعد والتنفيذ في نفس ذاك الوقت مع هذا الحلم المشروع لعائلة الأهلي، هذا هو العنوان الأهم في البرنامج طبعا، أعتقد أنها كده فسرت الحلم الأهلاوي، بمعنى أتيت بمنفذ شديد الدقة جدير بالتعاون معه، ثانيا هو من تستطيع معه أن يكون هامش الربح يدوب يدور الحكاية، مش بمعنى أن المقاييس العالمية تساوي مقاييس عالمية أيضا في الفلوس، لا، المقاييس العالمية مع الهيئة الهندسية تساوي يعني هامش ربح بين الأشقاء، يعني وكأن الموضوع في أضيق الحدود، في الحدود المقبولة يعني أو الوسطية، اعتبر أن أنا وأنت أصحاب، لا ده احنا أخوات كمان من عيلة واحدة، وأنت مقاول وأنا ربنا أفاع عليها بحتة أرض فبقول لك ابنال، فهتقول لي يا دوب اديني بس بنزيم عربيتي رايح جاي، يعني ببسطها لجماهيرنا العظيمة، وإيه والباقي كله أنا هستنفذه لك في الشغل، لكن ستكون العمارة آمنة، ستكون على أحدث موديل، ستكون مقنعة جدا، وأيضا تلقي الضوء على ما لدينا من نبهاء كثر طبعا، وده مش جديد على مؤسستنا العسكرية في مناحي أخرى طبعا، غير أنه ده جيش الدفاع العربي المصري العظيم. نعم، سنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونشوف آراء مجموعة من نجوم النادي الأهلي، الكابتن حسام البدري المدير الفني ونجم الفريق وليد أزارو، عن هذه المشاركات العربية وأهميتها وردود الأفعال والاستقبال في أي دولة عربية بيذهب ويطير إليها أو تطير إليها بعثت النادي الأهلي مسؤولين ولاعبين، ونشوف ردود الأفعال على لسان عدد من نجوم النادي الأهلي. أنا سعيد بالمباراة جدا، وسعيد بالجمهور اللي أنا شفته، وسعيد بالجمهور سواء الجمهور المصري اللي كان بيمثل تقريبا 80% أو أكتر شوية، والجماهير السعودية اللي كانت موجودة، لكن بالفعل يمكن أنت بتقول بمجرد ما نزلت الملعب وتشجيع الجماهير بالشكل اللي أنا شفته، أنا مفتقده طبعا إن أنا أشوف الجماهير بالكم ده، الاستاد كان مليان وتشجيع الجماهير ليا، فعلا كنت سعيد وأنا بلف الاستاد، كنت سعيد كل ما بعمل خطوة طبعا وبشوف تشجيع الجماهير وانفعالاتها معايا وانفعالها كمان معاهم، وتسعيد بي جدا يعني. الحمد لله، كما قلت لك عشان نشكر جميع الجمهور اللي كان مساندني والجمهور اللي كان منتقدني، كما قلت لك انا الانتقاد كان ناخذه بالنسبه لي ايجابي، هو اللي كيخليني انني نخدم كل نهار باش نبين لهم بلي انا نغير لهم الفكره ديالهم اللي هي خطره. الحمد لله. أستاذ عصام شلتوت، قبل ما ننتقل لملف آخر بالغ الأهمية، كيف نواجه التجاوزات في الوسط الرياضي واللي تؤثر سلبا على الجميع لخلق أو لرسم صورة وبناء كيان أفضل للوسط الرياضي المصري يسهم في قضية عودة الجماهير بشكل مقبول وراقي وبسلوك كلنا نحبه في الاستادات؟ لدينا نموذج التعاون المشترك أيضا، ليه؟ لأنه في الآخر استاد الملاذ بالرياض شهد ما لم يشهدوا على مدار ربما يعني سنوات سابقة بحسب تصريحات الأشقاء في السعودية، لأنه طبعا الهلال والنصر والاتحاد والأهلي قبل الكل، أهلي جدة طبعا، الكل عندما يلعب في ملاعب أخرى تمتلئ عن آخرة، لكن هم رأوا في عودة الجمهور بهذه الكميات أو الأعداد في استاد الملاذ. الصورة اللي قدامنا عايز حضرتك كمان تعلق عليها. الله الله، ما أنا عندي ليها حل، سواء البعثة أو كابتن محمود الخطيب والذين كانوا معه في الرحلة، والمهندس عادل القيا كنت بتكلم معاه وقال لي كلام مهم جدا، وبالتالي كانوا سعداء بعودة الملاذ اللي شاهد مع منتخب الجامعات على ما أظن إبهار من محمود الخطيب لاعبا
في جيل اظن كان فيه طاهر الشيخ وفاروق جعفر ومحمود الخواج اللي هي تركيبه منتخب الجامعات وقتها، شاركوا في بطوله بمنتخب مصر، ومن ثم ظهر في الملعب الملز ما كل يمكن ان يقول عليه ما لذ وطاب من العلاقات الاخويه، بدءا من هذا التوافد الجماهيري كان خارج الملعب يقينا على الاقل نصف من بداخل الملعب، هذه واحده. الثانيه عندما وصلت بعثه النادي الاهلي والكابتن حمود الخطيب، ورغم ان الطياره حصل ديلي شويه فيها في ميعاد الطيران، لكن لما درس الامر هل يدخل الاهلي من بوابات اخرى ربما لشويه راحه قبل ان يلتقوا الجماهير المصريه اللي اتت من كل المدن السعوديه، كان القرار في ثواني من كابتن حمود الخطيب بموافقه الكل طبعا أن يترك الأمر لهذا الجمهور الذي توافد لاستقبال نادي الحبيب وأيضا محبوب الخطيب، زي ما زميلنا وصديقي العزيز إبراهيم منيسي قالها مرة في مقاله محبوب الخطيب. وبالتالي تخيل هذا النسق لم يتجاوز أي مواطن كل المحددات حتى في التصوير حتى في طلب السلام. ليه؟ لأن هناك ما يسمى بروح القانون، القانون يمشي على الجميع، الأمير قبل الغفير يا صديقي وزميلي العزيز. ومن ثم يكفي زي ما قلت لحضرتك أن هذه الجدية حتى في التعامل مع المؤسسات في الحالة الودية هي طابع يميز الاحتراف وجدير به أو يحمل راياته النادي الأهلي. الزميل الإعلامي طبعا علي سعيد الكعبي المعلق الأشهر قال يا أخوانا بطريقته الجميلة دي، من يخبر البدري أنها مباراة ودية؟ من كتر الجدية والالتزام وانه بينبه على لعبته والالتفاف الجماهيري اللي موجود، ثم هذا التشجيع والهتاف، يعني كان ناقص بس يعني يحط عليها جملة كمان يا أهلي أنت لا تلعب مثلا نهائي بطولة رسمية، لكنها بطولة في المحبة، لأن فؤاد أنور ده من اللاعبين الأكثر التزام وكمان إيه بقى موهبة وقائد من قواد الكرة السعودية، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى اداله ما يستحقه، رغم ان طبعا فؤاد انور معتزل من فترة طويله، وبالتالي لكن استحق يعني بقيمته كلاعب وسلوكياته وتاريخه هذا الحفل. عشان كده التاريخ لا ينسى، هذا هو محمود الخطيب اللي حضرتك والعبد لله ونحن في احد يعني المؤتمرات في النادي الاهلي وكنت حضرتك بتقدمها، قام واحد قال له انا احدث عضو في النادي بناء على رغبه ابني اللي عنده 8 سنين، الراجل اللي مش شرقاني قال انا جاي دافع الاشتراك وقال قيمه الاشتراك، قال انا دافعه عشان خاطرك يا كابتن. اربع مرات حتى قال انا اهلي ناس اهل صناعه واحنا ناس مستورين وربما عندنا ملاءه ماليه لو عرفت انه اربع اضعاف، فاكر قال له ليه؟ قال له لاني كنت فخور قوي ان ابني عنده 8 سنين عارف محمود الخطيب، اذا انت قيمه، انت رمزيه للشباب، انت رمزيه، لانه الاخلاق الحميده والاخلاص يظل موجودين دايما على وده مثال التالي. رائع انك استخدمت المثال ده يا استاذ عصام، لان انا فاكر العضو ده في النادي، عضو النادي الاهلي اللي قال انا في هذه الندوه في اهلي الجزيره قال انا احدث اعضاء النادي، مسك المايك وقال يا كابتن محمود انا احدث عضو في النادي وانا دافع المبلغ كذا وقيمه الاشتراك عشان خاطرك عشان اشوفك والتقي بيك في النادي وعشان حابب انك تكون رئيس النادي الاهلي. هو وابني. تقريبا 40 وده يمكن ابنه الثاني زي ما كان بيقول لنا، يعني هو عارف قيمة الأهلي والنجم المحبوب محمود الخطيب، وأيضا سعد جدا أن ابنه عنده رمز اسمه محمود الخطيب رغم أنه ابن الثمان سنوات. المصارحة كمان دائما موجودة في النادي الأهلي، لكل قطاع في النادي الأهلي ما يسمى مش دولة الأهلي لكن مؤسسة المؤسسية هي ما يبقى، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي حتى في أوج من حاولوا يعني يعملوا التهاب في ملف تركي الشيخ والأهلي بدون ألقاب، كان الرجل سباق وأكد وهو هناك في الرياض أن ما حدث مش لا يعدو بقى بالكلام المفتوح ده لما نحب نخلص حاجة، لا بالعكس الرجل كان محدد، قال يبدو أن البعض هو ترك ليهم إمرة ربما تصريح هنا أو هناك لكنهم تعجلوا في إصدار أحكام أنا لم أقولها. حتى مع المهندس عبد القيه لما قال له ما هو ده بقى اللي الناس بتحبك ومحتاجه انها تسمعه، قال له فورا يا استاذ عدلي يكتب، انا بحاول حتى اجيب لك نص الكلام يعني، فورا يكتب يا استاذ عدلي.
اصدر يعني تعليماته لنوابه انه ده يخرج كعادته يعني في تويتر، وقال له كمان لو اني استطيع التقي، تصريحات رسميه نقلت طبعا عنه. نعم. وكمان قال له ايه، لو استطيع ان التقي ميكروفون وكاميرا الان هقول ده فورا، لان انا كسعودي عربي اتمنى استمرار هذا يعني مش التعاون بقى، هذه العشره المصريه السعوديه اللي هينتج عنها عمل احترافي 100%، لن يغامر احد روسيا. ولو اتسع المجال، لو اتسع المجال حب اوصل مع حضرتك لتفسيرك او تبريرك، لان دايما المتفوق الاول اللي سابق المنافسين دايما محط انظار الجميع ودايما بيبقى مثار حوله جدل، وهذا هو قدر النادي الاهلي شئنا ام ابينا. ولكن والحمد لله لان في مصارحه ومكاشفه، اهل الالتهاب ذهبوا يعني جميعا للبحث عن زي ما انت قلت بالظبط عن طوبة أخرى، لكن عمر الطوب ده ما بيأثر في الكيان الكبير والقناة. لو اتسع المجال هنرجع لده، لكن هو مش بعيد عن آخر حاجة بقى، إنه أصلا الصحافة السعودية حسب ما زملائي الأعزاء جايبين لنا بتختار الجمهور الأهلي بطل اللقاء. نعم، وإحنا نقلنا ده، هذه هي الشراكة في الجزء الأول من هذه التغطية، نقلنا ده لمشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وقرينا بعض العناوين أو ما عنونته بعض الصحف ووسائل الأنباء السعودية عقب أو تعقيبا على هذا اللقاء المهم بين الأهلي المصري والشباب السعودي. أستاذ عصام شلتوت، نتحدث عن عودة الجماهير المرجوة، المؤشرات بتقول ما يقرب من 2000 مشجع في كل مباراة من مباريات كأس مصر، حضرتك شايف ده ازاي وايه المعايير اللي لازم نشتغل عليها في الفترة الجاية لتحقيق الهدف ولنصل الى الحد الاقصى امتلاء الاستادات وسط هذا الكم غير المسبوق من الامور المؤسفة والتجاوزات التي لا ترضي احدا اللي بتحدث في الوسط الرياضي؟ الحقيقة لازم دولة الرياضة مش الدولة المصرية يعني عند اعلى نقاطها، لانها ادت الامر بعودة كل مناحي الحياة، وان البلد دي يعني برضو بالمصطلحات البسيطة حدش هينيمها من المغرب يا أستاذ محمد، ومن ثم الدولة بقى عند أعلى نقاطها هو إدت التعليمات. فين بقى دولة الرياضة؟ بدءا من مكتب السيد رئيس الوزراء، نتمنى له يا رب دوام الصحة والعافية، فهو رجل يعمل بجد حتى في أثناء مرضه، ومن ثم وزير الشباب والرياضة والوزراء المتسقين جنبا الى جنب في الملف ده. ويا اخي سبحان الله، الداخليه تطلب عوده الجماهير وتؤكد انها حاضره، لكن على جنب كده تلاقي البعض مش عايز يتراقب، فبالتالي مش عارف يعني اقولها للناس ازاي. حوالي 70% من رؤساء الانديه طلبوا ان الجمهور ما يجيش، وطبعا كله عايز يلبسها التوب حرصا على مصر امنا. لا يا حبيبي، انت مش عايز حد يراقبك، انت بقى عاجبك مساحة الفراغ دي ليه؟ لأنه القانون لم ينفذ منه بعد أي شيء يا أستاذ محمد. قانون الرياضة لوحده قبل قانون الشغب فيه 20 مادة جنائية، مش عارف يعزل ويحبس ويتحقق معاه وكذا، يعني مش حافظهم يعني، لكن أرجوك في حلقات أخرى استحضرها يعني. هل نفذ منها شيء؟ عندما تكون هناك لجنة قيم شكلها اتحاد الكرة على أروع ما يكون، مستشارين نبلاء أعرفهم جيدا، سيد محمد عبده صالح على رأسها المستشار الجليل، فلا يجدوا، واخد بالك، أن لديهم الحق في معاقبة ربما رؤساء أندية. إيه ده؟ ما ليعاقبوا مين يعني؟ عم محمد، عم عصام، الناس يعني اللي كده؟ لا، لابد من انفاذ القانون. طيب ده مش امر مثير للتساؤل يعني؟ حضرتك بتقول لاسباب كثيره عايزه تبعدهم عن الرقابه، اصحاب هذا الراي اللي بيقول لا ما ترجعوش الجماهير، هم مش عندهم حسابات بتقول ان الاستثمار الرياضي، ان المنظومه دي بتكتمل وتنجح، مين الجمهور يرجع، الايرادات اللي في الاستادات؟ مين بيسالهم يا استاذ محمد على الايرادات؟ فين الرقابه الحصيفه؟ ها، عندما تخلي رقابه الدوله الا على الجوانب الماليه زي ما معالي الوزير خالد عبد العزيز قال، صح؟ طيب هو فين بقيه الدور؟ يعني فين بقيه الدور؟ انت امامك ها من يعلن في صياحات واضحه انه سيمشي كما يشاء، سيفعل ما يريد، ومن ثم لا حراك يعني في اي من هذه الجوانب. ايه اللي مكتف ايدين الاجهزه المسؤوله عن اداره الرياضه في الدوله قانونا واداريا وتنظيميا عشان تنفذ اجراءاتها بصرامه على الجميع، على كل الانديه؟ الحقيقه انا احط ايدي في ايدك ونسال معا هذا السؤال، لكن انا بشعر انها جايه يعني جايه ليه؟ لانه قوات انفاذ القانون، حلو المصطلح ده قوي، موافقه على عوده الجماهير، بس يسمحوا لها بانفاذ القانون، ما حدش يقول لها معلش روحوا محمد وعصام النهارده. مين اللي يسمحوا لها؟
مين حضرتك بتقول بس يفعلوا دورها بقى يسمحوا لها طبعا ان الكل يتعاون مش طلب السماح اقصد اللي انت قلته بقى التفعيل اللي القانون. هو تفعيل القانون وان يتركوا لها هذا الامر فهي المسيطر الوحيد هي اسمها انفاذ القانون يا استاذ محمد لكن ما ينفعش بقى انه يبقى الدور مطاط واخد بالك لابد من اعطائها ضوء اخضر ان كل الملف بين ايديكم بدءا من طريقه الدخول والخروج جنبا الى جنب ما عادش ينفع حد يخش الملعب من غير تذكره يا استاذ محمد كلام حضرتك بالغ الاهميه كلامك بالغ الاهميه يا استاذ عصام بس الحقيقه انا ما بين تحقيق التوازن بان انا اسمع كل وجهات النظر دي وبين زملائنا في غرفه التحكم او الكنترول لان فريق الاعداد كان بالفعل اجتهد ووفر ماده مرئيه غزيره جدا لمشاهدينا فاحنا هنذهب لاكثر من تقرير او لاكثر من فقره مصوره نشوف مع بعض هذا التقرير عن الدور الاهلي دور الاهلي الريادي على المستوى العربي ونعود لاستكمال الحوار يوما بعد يوم يثبت النادي الأهلي أنه رائد الأندية العربية والشقيق الأكبر الذي يشارك في كافة المناسبات التي تقام في الدول العربية الشقيقة النجاح الكبير لتجربة ودية الأهلي مع محترف الدوري السعودي يوم الجمعة الماضية يؤكد الدور الريادي للأحمر بعد امتلاء الملعب بالجماهير التي حضرت لمشاهدة نجوم بطل القرن رغم أن المباراة ودية وليست رسمية ولكن تواجد الأهلي يجعل لهذه المباراة مذاقا آخر فهو رائد أندية العرب وإفريقيا ومشاركته في أي مباراة لدى أشقائه العرب هي بمثابة مهرجان كبير للجماهير ما من مناسبة رياضية أو اجتماعية إلا ويتم وضع دعوة النادي الأهلي للمشاركة في المقدمة لما له من جماهيرية وشعبية كبيرة لا يستطيع أن يغفلها أحد تعددت مشاركات الفريق الأحمر في المناسبات التي تقام في مختلف الدول العربية سواء أكان اعتزال أي من نجوم هذه الدوريات علاقة الأهلي بكافة الأندية العربية يسودها الود والعشق المتبادلين ما من ناد عربي إلا ويعشق مسؤولوه وجماهيرهم المارد الأحمر الذي يقدر هذا العشق يتمنى مشاركة الأندية الشقيقة لأفراحها تواجد مجلس الأهلي الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب زاد من عمق العلاقات من الأشقاء العربي للمارد الأحمر فالجميع يثمن ويعشق جماهيرية النجم الأسطورة محمود الخطيب الذي يعشق أشقاءه العرب ودائما ما يلبي دعواتهم في كافة المناسبات النادي الأهلي ضيف دائم في هذه المناسبات كلما كانت الظروف مهيئة في الدوري المصري بل إنه يضغط مبارياته للمشاركة في هكذا مناسبات وذلك تلبية للأشقاء العرب الذين يحرصون على دعوة رائد الأندية العربية ليكون ضيفا دائما لدى أشقائه الرياضة ليست وسيلة للترفيه بل هي تساعد في تعميق العلاقات بين الدول بشكل عام وبين الدول العربية بشكل خاص هو ما يقوم به النادي الأهلي هو مندوب مصر الدائم لدى أشقائه العرب لما له من مكانة وشعبية كبيرة مشاركة الأهلي دائما في هذه المناسبات ما تحظى باهتمام كبير من أشقائه العرب فتجد هناك إقبالا كبيرا سواء من الجماهير أو وسائل الإعلام بل إنه دائما ما تجد تذاكر هذه المناسبات قد نفذت وذلك لإعلان تواجد الأهلي ونجومه في هذه المناسبة
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. لسه معاكم معانا في الاستوديو والاهلي في كل مكان مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. لكن طبعا الوقت لن يتسع للتعقيب على هذا التقرير لانه ملف طبعا تواجد الاهلي ومشاركاته الدوليه نفسه. يعني التقرير شرح كل وصوره نتمنى استمرارها، بس زي ما حضرتك قلت ان تكون بقى مره هناك ومره هنا. صحيح، ده اللي بنتمناه وانها تنعكس كمان بالايجاب علينا على داخل الله. الوسط الرياضي والكروي المصري. هنرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ عصام، كان بيتكلم عن ضروره تفعيل القانون بحذافيره وبمنتهى الصرامه على كل الكيانات والافراد العاملين في الوسط وفي المجال والحقل الرياضي في مصر. اتفضل يا استاذ عصام. وما فيش حلول بالبلدي، ما فيش قعده عرب. قعده العرب قد تنجح في اقامه علاقات طيبه بين قبيله، بين نفر من الناس، بين جيران في منطقة في حتتنا وحتتكم، لكن مش في المحروسة العفية القوية دي اللي بنتمنى لها بقى ان كل الماكينات تبقى دايرة فول باور يعني. وبالتالي لابد من القانون. مش حاجة اسمها يزعلوا من بعض في ملعب الأسيوطي فمعلش والنبي روحوهم النهاردة، لا، في قانون. اذا كان بيقول يروحوا يروحوا، اذا كان بيقول يتغرموا يتغرموا، اذا كان بيقول قضية قضية. وبالتالي لا يمكن، او بلاش نعمم قانون بيقول انه لو الكل ما عملش حاجه تستوجب انه يعاقب عليها الكل يروح، لو واحد بس مخطئ هو بس اللي يتحاسب. يا سيدي الفاضل، الكاميرات والحداثه مش كتير على بلدنا. عشان كده النادي الاهلي عندما تحدث عن منشاه عالميه ستكون بين 10 منشات هي الاحدث، مش حكايه بقى الافخم ولا الاشيك بس، لا، الاحدث. وبالتالي لابد ان تكون ملاعبنا عند هذا الحد، كما كنا نبهر الجميع باستاد القاهره، تبقى مطابقه للمعايير العالميه الاحدث على الاطلاق في الاستاد. لكن انا مش عارف ليه برضو دوله الرياضه، انا مصر على المصطلح ده، ليه اصلا بتحب تجيب لجنه بينما نستطيع سحب امثله. الاشقاء في تونس لما حبوا يترجموا فكره التصوير بقوا يسموها مكتب جذب امثله، ان انت بتحط ورقه وتسحبها عشان التعريب يعني. فنسحب نموذج زي ده ونفعله. احنا ليه بنعمل لجنه عشان تقول لنا هو شبه ايه والاحتراف كامل؟ مع ان النماذج كثيره حوالينا اللي ممكن نستخدمها. هات من الانجليز، من الفرنجه، من الفرنسيين، من اي حد منه. وقفينا بقى، هم عندهم مثلا ممنوع عندنا حاجات عشان واحد يقول لك ايه، ولكن عاداتنا وتقاليدنا يا سيدي. لو هم بيعملوا اعلانات خمور احنا نعمل اعلانات يعني مواد ما تعملش حساسيه للناس. الاعلان مثلا هم مش عارف بيقامروا، لن نفعلها. واخد بالك يعني؟ تستطيع ان تخلي، ما هو ضد عاداتك حتى العالم هيحترمك. لكن ماشي بقى الملف زي ما هو. لماذا اخذ العالم عن الشريعه في بعض الأشياء القانونية، ولماذا أخذنا عن القانون الفرنسي؟ أنا بتكلم عن مصر، لأنه هذا هي حال من يستكملوا التواصل مع العالم كله بما يلائمنا. أفهم بقى ليه بيجيبوا لجنة. طيب هنتوقف مع تقرير آخر، مجموعة من الآراء لعدد من الصحفيين والنقاد الرياضيين عن عودة الجماهير، ونعود لاستكمال الحوار. جماهير الاهلي هي العامل رقم واحد المحفز دائما للنادي الاهلي، ويعتبر اكثر المتضررين من عدم وجود جماهير في مباراه الدوري المصري هو النادي الاهلي تحديدا، نظرا للشعبيه الجارفه اللي تمتع بها سواء في مصر او خارج مصر وفي الوطن العربي بالكامل. وهذا اللي شفناه في المباراه الاخيره في الدوري في السعوديه في اعتزال النجم فؤاد انور، وشفنا الحفاوه الجماهيريه الكبيره اللي بيتمتع بها النادي الاهلي في الوطن العربي وخاصة في السعودية الشقيقة. طبعا النادي الأهلي ببطولاته، بلاعبته الكبار، بنجومه، النادي الأهلي يتوقف على نجم واحد، فبنلاقي النجوم تتوالى. لذلك النهاردة الإقبال زاد عليهم جدا في الدوري السعودي، لدرجة أن الدوري السعودي سيصبح بطعم مصر يعني خالص، نظرا لكثرة النجوم اللي تم احترافهم في الدوري السعودي من النادي الأهلي. وطبعا بلا شك كثرة بطولات النادي الأهلي بتزيد من شعبيته يوما فيوما يوما عن الآخر، سواء في مصر أو خارجها وفي الوطن العربي. وإحنا عارفين طبعا إن في قاعدة مصرية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي. طبعا أي حد عارف جماهير النادي الأهلي موجودة في كل، بنشوف في يمكن الأهلي راح
اكتر من مره الامارات، شفنا جماهيره في كل حته، بتروح اي بلد بتشوف جماهير النادي الاهلي، ليه شعبيه كبيره جدا، ليه ربطات كتير جدا في كل الدول، خاصه السعوديه شفنا جماهير كتير جدا يمكن ملوا الاستاد في الماتش ده، وشفنا نجاح كبير للماتش ده. يمكن فؤاد انور من اللعيبه الكبيره جدا، وال يعني راجل يعني عظيم جدا، وشفنا طبعا يعني بالرغم ان هو ماتش ودي لكن جماهير الاهلي كلها ملت الاستاد. النادي الاهلي نادي القرن، نادي كبير، نادي عريق، نادي له تاريخ جوه مصر، نادي صاحب بطولات، صاحب انجازات، واكيد ده ما تولدتلوش الجماهيريه دي من فراغ، اكيد اتولدت له الجماهيريه دي بسبب انجازاته وسبب بطولاته. وجود جماهير النادي الاهلي يعني بنقول دايما وابدا في جميع الفرق المصريه ان الجماهير هي اللاعب رقم 12، ولكن انا بشوف ان جماهير النادي الاهلي هي اللاعب من وجهه نظري هي اللاعب رقم 1 مع النادي الاهلي. جماهير بتأزر في كل مكان زي ما احنا شفنا في مباراة السعودية، جماهير مؤازرة للنادي الأهلي، جماهير عاشقة للنادي الأهلي، جماهير محبة لناديها، وده دور جماهير النادي الأهلي في كل مكان، مش خارج مصر بس، ده في مصر وخارج مصر. طبعا احنا شايفين نادي الأهلي طبعا نادي كبير، نادي لعب بطولات كتير في جميع يعني نقول في جميع أنحاء العالم، لعب بطولات قارية، لعب بطولات عربية، لعب بطولات داخل مصر خارج مصر، بالفعل مثل مصر في محافل كتير جدا، أكيد جماهيره بتكون متواجدة معاه في كل مكان، متواجدة معاه في بطولاته. بشوفنا جماهير النادي الاهلي ليها يعني دراع طوله واساس في كل البطولات او معظم البطولات اللي خدها النادي الاهلي، وده دور جماهير الاهلي اللي احنا كلنا عارفينه. تابعنا مع حضراتكم مجموعة من الآراء على مدار هذه التغطية، مجموعة من آراء الجماهير، مجموعة من آراء النقاد والكثيرين من المرتبطين بالوسط الرياضي والكروي في مصر عن هموم وأحلام وكيفية حل المعضلة الخاصة بعودة الجماهير وكيف يتحقق هذا بالشكل الأمثل. في الدقائق الأخيرة المتبقية أستاذ عصام شلتوت، الأهلي وعد أن يكون مشروع القرن ومدينة الأهلي الرياضية واستاد الأهلي بيراعي كل شيء خاص بأمان الجماهير وسلامتهم، تيسير مهمتهم في الدخول والخروج وترفيههم ومتعتهم، عائلي، كل الحسابات موجوده. ومن حسن الطالع ان العوائل السعوديه والعوائل يعني انا وانت عارفين، خلينا نقول من لا يعرف من جمهورك العظيم انه العوائل هناك يعني الرجل والزوجه والابناء بناتهم وصبيانهم، هذه هي المره الاولى لارتيادهم الملاعب طبقا لقرار الانفتاح السعودي، ربنا يا رب يكرمهم ويحدثوا دايما كل مناحي الحياة في المملكة. لكن كمان كانت البداية مع وجود النادي الأهلي على فكرة، هذه أول مباراة بالعوائل يا صديقي وزميلي العزيز. عظيم. المشروع القرن بيسهل المهمة وبيضع في ضمن أولوياته وضمن رؤية النادي ومجلس الإدارة لفكرة أو برنامج عائلة الأهلي حسابات خاصة بالجماهير وكل ما يسر جماهير النادي الأهلي. إيه اللي مطلوب من الجمهور بقى؟ المطلوب من الجمهور بقى أنه هيلاقي حاجة مفخرة، بمعنى أنه الحكاية مش فقراء لا يدخلون الملعب ولا أغنياء هم أصحاب كل شيء، لا، الدنيا زي ما هي ليفلز، وبالتالي ستجد في كل الأماكن في مدينة الأهلي الترفيهية وضمنها استاد القرن أو مشروع القرن على بعضه ما يواكبك وانت من سكان المقصورة الأم اللي هي الدرجة الثالثة اللي هي حقيقة كرة القدم الوحيدة تقريبا، ستجد كل عناية ورعاية. الأخ اللي هنا ملأته المالية عنده مثلا اسكالوب، الأخ الثاني عنده كشري بالمصري الجميل، لكن في كل الأحوال أفضل ما يقدم ها زي ما حضرتك قلت، سيفتي عالي جدا، مأكلا ومشربا، تواليت، مش عارف إيه، مزيكا في الحيطان زي عم سعيد صالح الله يرحمه ما بيقول، مش إبهار، لا، تاخد بحقك، هكذا اعتاد النادي الأهلي لأنه ده بيزنس، وبالتالي مطلوب منك بقى أنك تكون زبون جيد، ده أنت المرة دي زبون عاشق كمان، أنت مش زبون عادي، ده أنت زبون حابب الشغلانة، أنت زبون المكان اللي أنت رايحه بتاعك. تخيل بقى حجم، مش الحرص، لا، حجم ما يمكن أن يضيف من ثقافة، إن الجمهور اللي رايح ده منتمي للمكان وبيحبه وبيحافظ عليه، نفس الجمهور اللي بيسافر من هنا يا عزيزي الامارات والسعوديه خلف السوبر المصري، خلف مباراه زي مباراه النادي الاهلي، ومن ثم اذا انت تذهب ها الى ملاعبنا الشقيقه بكل هذه العزه المصريه التي تستحقها يا مصري، ليه هنا لا؟ فاولى بك ان تلتزم بها داخل مصر، مش كده برضو؟ خاصه وانا مصر بين تنوين يعني انك زبون وفي نفس الوقت مساهم.
وصاحب مكان. نعم. بالظبط. طيب استاذ عصام، حضرتك بتطلب حاجات، كل النقاط، كل القائمين على امور الاعلام الرياضي والمرتبطين والمشتبكين معها بيطلبوا حاجات من الدوله، من وزاره الشباب والرياضه، من المسؤولين في الامور الخاصه بالقوانين والتشريعات الرياضيه وضبط الاداء في الوسط الرياضي، من الاعلام الرياضي، من المسؤولين في الانديه والاتحادات الرياضيه. يبقى البعض يقول انه مهمه الجميع ستكون اسهل مع الالتزام الجماهيري، وانه هيسهل المهمه بنسبه كبيره. يا سيدي الفاضل، لا تولد بشر في العالم ملتزمه من تلقاء نفسها الا من رحم ربك. صح ولا لا؟ ربما اخرهم الرسل. وبالتالي لابد من فرضيه قانون. يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى اساس الملك هو العدل، ومن ثم وضع معايير للثواب والعقاب. نعم. ايه بقى؟ هي دي افكار المفروض ندور عليها في منجم، عشان كده الاهلي حريص عليها. ساعات يحس انه سئيل، لكن هذه هي طبيعه الاحمر الاهلاوي. ليه؟ هي محطوطه ومشروطه، لابد من انفاذ القانون. نعم. والقانون لا يعني اهدار كرامتك، ولا ان حد يزعلك، ولا ان حد يسئلك. ابدا. لا، بالعكس، القانون وجد لحمايتك والحفاظ على حقوقك وحقوقي. نعم. لكنها زي ما في حقوق في بقيه الحكايه واجبات. ومن ثم دي خلطه يعني بسيطه جدا. انا حتى الان لا اعلم السر في انه يقول لك لجنه الشباب والرياضه، مالهم يعني؟ ليه هم اللي يحطوا ضوابط كره القدم؟ حضرتك اي زائر لزيورخ وضواحيها يستطيع انه يمر على العماره بتاعت ابويا الحاج فيفا، يروح واخد تصريح انه زائر ويلف. حضراتكم يا دوله، عند دوله الرياضه، روحي وقولي لهم اسحبوا لنا كام نموذج كده نترجمهم ونعمل بيهم هنا. خاصه وان مناحي الحياه في مصر الحمد لله بتدور. يا سيدي الفاضل، الامن كان يملك حساسيه الخشيه على الجماهير، مش انه لا يستطيع الحمايه. وانا بقول لك، وانا متاكد من اللي بقوله، الخشيه، خشيه مندس هنا او هناك، ولكن الامور دي استقرت بدرجه كبيره جدا. وطلب فكره عوده الجماهير، ووافق على عوده الجماهير، وتجد بقى المؤسسات هنا يجب ان تظهر وتعمل. ظهر النادي الاهلي في تكريم شهدائه، ولكن تغير المزاج العام، بدلا من 40 و50 الف، لانه في الاخر الموجع هو هذا الكيان الكبير، ومن ثم والقبل طبعا الاهلي. فاتى بالنموذج ظهور وكلمه وقراءه الفاتحه ام الكتاب، وطبعا لاشقائنا ونصنا الثاني شركاء الوطن الاقباط كانت هناك صلواتهم ايضا وترانمهم. نعم. في مره للظهور حتى في الحزن. نعم. بمقاييس بروتوكوليه، مش حكايه عالميه، لا، مصر قدها يا استاذ محمد. مصر قدها. لكن ماذا يعني وجود 100,000؟ ربما اذا كانت مباراه وضمنها هذا اليوم فتجد مشهد مثلا لن ننساكم يكتب ثم ينتهي. يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل حاجه صغيره ثم تكبر، الا الحزن يولد كبيرا ويقل تدريجيا مع الوقت. هي خلينا يعني نواميس الحياه، واحنا مقدرين. لا، والحزن ان بقي في القلوب احنا مقدرين، القلوب وكانت كارثه واحنا مقدرين. انما المؤسسات بقى تعمل زي ما طيب قلت لحضرتك. عشان انا عايز اختم مع حضرتك بان اسمع حضرتك بتقول في عباره سريعه، يعني ان وقتنا بينتهي. احنا دلوقتي حضرتك شايف انه مطلب رئيسي ان عندنا الكوادر وعندنا الحلول وعندنا طبعًا الادوات طبعًا. مش محتاجين نعرقل امورنا بالبيروقراطيه والتفاصيل واللجان المنبثقه عن لجان والمشاكل اللي احنا اعتدنا عليها. احنا محتاجين رغم ان هذا القانون في الكثير مما يحتاج العلاج، لكن احنا رضينا بجنين غير مكتمل النمو وقلنا نحطه في حضانه، خاصه ان الوزير قال حاجه رائعه، كنا بلا قانون، الان لدينا قانون يمكن علاج مواد، هو مش قران ولا انجيل. ومن ثم علينا الان ان احنا نروح كشفين لبعض القانون ده ونقراه مع بعضنا في البرامج والمؤسسات ونطالب بتطبيقه من بكره الصبح. ومن ثم هتروح داخل يمين كده تلاقي الجمهور رايح الملعب. نتحرك نتحرك بقى اسرع من كده وبايجابيه وفعاليه. الموضوع سهل جدا جدا جدا، ابسط مما يتخيله. وانا بدعو الوزير خالد عبد العزيز الذي يجدح كثيرا يمينا وشمالا الحقيقه، ودي حاجه تذكر لي، انا بدعوه انه يسمعنا، يعني اكثر من مره اقول له النموذج موجود، يبقى الاجتماعات اللي بتتعمل دي للتنفيذ مش لافكار جديده. نعم. لن يكون هناك مش أفكار لسه وضع الفكره او وضع لن يكون هناك افكار جديده يا استاذ محمد، هناك نواميس
يمكن ترجمتها بين اكثر من لغه. اتمنى تبقى ترجمه عن الهيروغليفيه. نعم. بشر وعاشوا عليها. اتمنى يبقى في استجابه سريعه من القائمين على اداره الامور لدعاوى حضرتك وكل الاراء المشابهه او المماثله اللي بتقول نتحرك وناخد خطوات، لسه مش محتاجين نخترع العجله من بدايتها. الله اشكر عليك. حضرتك على وجودك معنا الناقد الرياضي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع استاذ عصام شلتوت، شكرا جزيلا لك. انا اللي بشكرك وسعيد ان انا معاك. ربنا يخليك. فعلا انت من الاعلاميين اللي عندهم جنب الاحترافيه مصداقيه، وعلى فكره دول متلازمتين مهمين. بشكرك على الراي ده وشهاده اعتز بيها استاذ عصام، وتشرفنا بوجودك معانا النهارده. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم لنهايه هذه الحلقه وختام هذا الحوار، شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.